جماهير الاهلي العظيمة في كل مكان تخرج في كل ميادين مصر سعيدة بهذا الفوز، ولكن خلينا نحذر زي ما قال كابتن ضياء، لا نريد ان نحتفل من القاهرة بل نريد ان نحتفل من رادس، من قلب العاصمة التونسية تونس. خلينا العاصمة التونسية طرابلس. تونس العاصمة. تونس العاصمة. انت ليه انت بتغلطني يا مرحبا؟ هي تونس العاصمة. انا بس حبيت ابلع التوتر ايوه صح يا بيه. بص انت مش متخيل التوتر، الكابتن ياسر قاعد بص بيعمل كده كان الجو برد، محدش يفهمني غلط، الجو برد قاعد بيعمل كده. هو في حد يعمل كده يا اثار؟ هو في حد في الدنيا يعمل كده؟ منك لله، الناس كانت بتتحداك انك تقول الحق في اللقطه دي. ولكن بس انا عايز اقول حاجه بعد ما عود الترحيب بالكابتن محمد عمر والكابتن ضياء السيد والكابتن ياسر عبد الرؤوف. بصوا يا جماعه، على كان بس نبقى بنتكلم بمنطق، الحكم لم يتاثر بالمره بقطع التيشيرت، وقرار الحكم كان قبل هذه اللقطه التي انتشرت كالنار في الهشيم، ولو ما زقناك احنا كانت ازيح كل الدنيا. كان بس تبقوا عارفين خلاص سوشيال ميديا ما عادتش بتخبي حاجه، ولكن احنا بنحلل بما يرضي الله. هي ليست ضربه جزاء اصلا، وفاول من الاول على ازارو، واللعبه الثانيه ما فيهاش حاجه من 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 مدافع الترجي التونسي كان مب امنا، ولكن الحكم احتسب ضربه جزاء بيقين منه دون ان يتاثر بقطع التيشيرت من ازارو. الدليل ايه؟ الدليل طلبه الكابتن ياسر عبد الرؤوف في الدقيقه 8. اتفضل يا كابتن ياسر. عايزين نشوف بس بعد احتساب ركله الجزاء. تمام، لان رسائل كتير جات لي بتقول او بيقولوا ان التيشيرت كان سليم. هي ما بقتش دي القضيه دلوقتي، القضيه دلوقتي ان في احداث كتير في المباراه. الاحداث دي بتنقسم الى جزئين، داخل الملعب وخارج الملعب. خارج الملعب اتاكدنا منها بالصور وبالادله وبالبراهين ان كان في تجاوزات من الجماهير الترجي. ده رقم واحد. رقم اثنين، كان في تجاوزات في المؤتمر الصحفي. كان في تجاوزات من الجانب التونسي مع مدرب الاهلي ولاعيبه الاهلي بعد المباراه. كل الكلام ده لازم الاتحاد الافريقي ياخد بيه اجراء. مش معنى ان احنا بنقول ان جبنا لقطه وان احنا حقانيين وان احنا بندور على عدل وعرضناها، ان معنى كده ان احنا ندوس على فرقه مصريه. مش هو ده المطلوب. المطلوب ان احنا كل واحد ياخد حقه بالظبط كده. وهنجيب دلوقتي المؤتمرات الصحفيه بالظبط. مش عايزين ان الناس تاخد جنب وتمشي فيه ونهمل الجنب الثاني. لا، احنا عايزين نهمل حصل شغب من واحد ترين لواحد اخطر. وفرجيرون قال ان في لاعب تعدى عليه من الترجي التونسي، واحنا العدل بيحكم علينا ان احنا نوقف على ده. كل واحد غلط يتحاسب. هو ده مطلوب. اما فيما يخص اخطاء الحكم التحكيميه، ليه لجنه هتحاسبه وليه لجنه هتعاقبه؟ وده اللي احنا دايما بنقوله. مهدي حكم زيه زي اي حكم موجود، قد يصيب وقد يخطئ. حتى في وجود الفار ادينا شفنا عملي ان في اخطاء حتى في وجود الفار. ده بالعكس، ده يمكن كمان مش في المراجعه، لا ده في حدث الحكم ما شافوش نتيجه تمركزه الخاطئ، ان في مخالفه خارج المنطقه والفار المفروض كان يشوفها زي ما احنا شفناها وما ادوش بيها الحكم معلومه. فاللي احنا عايزين نقوله، ما وجد التحكيم وجدت الاخطاء. والنهارده الاهلي ممكن يكون قد استفاد ولكنه اتضر اكتر من مره. ومع الترجي هدف اذا كنا احنا بنتكلم ان النهارده الحكم اخطا غصب عنه نتيجه عدم تمركز سليم. لا، مع الاهلي كان الوضع مختلف وكان الحكم كان مختلف. ده اتشطب مدى الحياه صح؟ تمام. ايد انوراما بتاع غانا. واسمه لمبتي. بس البطوله في الدولاب بتمام بالظبط كده بالظبط كده. فاللي احنا عايزين نقوله، عايزين نحط كل حاجه في نصابها الصحيح. وزي ما قال استاذ عبد الناصر، ان لو ما اتعرضتش هنا هتتعرض في الدنيا كلها، واتعرضت السوشيال ميديا كلها بتتكلم. ولكن احنا بندور على الحق سواء للاهلي او لاي فرقه كانت، سواء مصريه او غير مصريه. بنتكلم على لقطه ازارو، بنقول ان هي قله خبره مش اكتر. طيب تسمح لي اقرا بعض الرسائل؟ اتفضل. كان الناس بتشارككم الراي من فتره طويله، وكان ما نزعلش حد مننا. نجيب من اول الاستوديو التحليلي اللي انا ما قريتش رسائل خالص لغايه خالد ما يجهز لنا الدقيقه 8. نبدا من يا عم انت لسه فاكر، هات الفلوس اللي عليكم. يحبك يا عبد الناصر. محمد المناوي كفر الشيخ، ربنا يديم المحبه بينك وما بين كل الناس. انا جمال الشحات من هي شرقيه، مساء الخير يا عم جمال.
والنبي انت اسال وسلم لي على ضيوفك وهاتوا الفلوس اللي عليكم. مصطفى صلاح من امبابة اهلاوي جدا بصراحه، انتم برنامج محترم وقناه محترمه جدا جدا جدا، ربنا يقويكم من تقدم لتقدم. ايهاب النحاس من الشرقيه، تحياتي لضيوفك الكرام. انا اسمي عبد الرحمن، ممكن اعرف يا كابتن من حضرتك السفر ازاي لتونس؟ قال معانا الاخ مصطفى طنطاوي كمان رسائل كتيرة جدا، خلينا نروح كده شوية. استمروا بجد، برنامج عادل. اشكرك شكرا جزيلا. اخوكم مهندس علاء عيد، مصري مقيم بالسعودية ومن اشد المتابعين لبرنامج كرة بلدنا ونجم الجماهير، واستمروا بجد وربنا معاكم. ارجو منك توضيح مدى قانونية تعيين ابن رئيس الزمالك مشرف على الكرة بالزمالك، حلقة يوم الاثنين ان شاء الله. سيد عبد الناصر ملحوظة، يمكن مفيش حد واخد باله منها، ان الحكم الرابع والخامس بيقفونا على يسار المرمى، ده قاله الكابتن محمد عمر على فكرة، واتكلمنا فيه انه يبقى على اليمين، اتكلمنا فيه على فكرة وقتلناه بحسن، وقيل لنا انه لازم يبقى في المكان ده. طيب انقذوا الرياضة المصرية. دكتور مجدي الاسكندراني كمان حد بيقول احييك على فقرة انقذوا خديجة. معاك المحاسب محمد عبد الحميد، تحياتي ليك ولضيوفك الكرام. كمان عندي انا ماجد ابو تيتو من الشرقيه، مركز الزقازيق بقريه تركي آل الشيخ، مكمل مشروع القرن مع الاهلي، وهاتوا الفلوس اللي عليكم. ماشي، انا ماجد ابو تيتو من النخاس شرقيه، هاتوا الفلوس اللي عليكم. ماشي يا عم، احنا هنشتغل على هاتوا الفلوس اللي عليكم. الفلوس اللي مدام سحر، مساء الفل يا مدام سحر. كمان عندي حد بعت لي صوره اهو، انا احمد عبد الفتاح عوض البطيخ النور يا كابتن عبد الناصر، وتحياتي ليك. مساء الفل. كمان اروح كده لبعض الرسائل عشان ناخد بعض الرسائل. الحجز بالايد اهو قدامك، حد بعت لي صوره من المتابعين للبرنامج ومعجب جدا، مع تحياتي للاستاذ خالد مخلص المخرج المتالق والمتميز. الحجز بالايد باين في ضربه جزاء ازارو بتاعت يا شريف بن معز بن شريفيه، ضربه جزاء صحيحه. اسوأ ما في المباراه هو الاخراج. دكتور محمد عبد المقصود، احلى تيتو في خفه الدم كابتن ضياء والاستاذ عبد الناصر، والف مبروك للاهلي وان شاء الله افريقيا. عبد الناصر جمال الشريف، ضربات الجزاء للاهلي غير صحيحه. سيبك من الكلام بتاعك ده، ده انت اصلا زملكاوي. ماشي يا عم، نيابه عن شباب مركز ومدينه ملعوب، بس انا قلت الاولى ضربه جزاء زملكاوي ازاي؟ خليني طب نص زملكاوي يعني، كان قلت ضربه وضربه. كمان عندي تحياتي للكابتن محمد عمر، ونيابة عن شباب مركز ومدينة منوي، نتقدم من خلال البرنامج المحترم بخالص العزاء إلى أسر الشهداء، المجد للشهداء الأعزة لمصر الغالية. الله الأهلي الغالي، أفريقيا للكبار فقط، الأهلي نادي كبير. على فكرة عبد الناصر الحكم بتاع بين سبورت اللي هو اسمه جمال، السنة اللي فاتت كان في ضرب الجزاء جمال ضدنا، ضد كل فرق مصر. انا صديق البرنامج، انا صديق البرنامج جمال خلف ابو علي، وتحياتي. والفاشل جمال الشريف متحفز قوي وزعلان من فوز الاهلي. لو سمحت يا استاذ عبد الناصر، في خبر ان مشجع وقع من المدرجات، يا ريت يكون غير صحيح، تاكدوا لنا من الزميل احمد السيد وهاتوا لنا تاني يا جماعه. منور الدنيا يا كابتن عبد الناصر، وتحياتي للكابتن محمد عمر والكابتن ضياء والكابتن ياسر. الشاعر حسن الحيني، السلام عليكم، والله الواحد مش عارف يقول ايه، البقاء لله في شهداء اليوم، مبروك للاهلي، كان الشوط الاول رائع. ومبروك الشوط الاول، يعني لسه في شوط تاني، بس بلاش نبالغ في الفرح لحد ما نرجع بالكاس ان شاء الله. محمد تيمور من السعوديه، رسائل كتير جدا جدا. الروح الرياضيه العاليه، لحد بعت لي لقطه وليد ازارو بيبوس لاعب من الترجي التونسي، ابعتها لك يا استاذ شهاب، لان هي فعلا بيقول لي دي تدل على الروح الرياضيه ومهمه تتنشر في هذا التوقيت، انا بعتها وعلى نشرها دلوقتي. رسائل كتير جدا. و كمان خلينا نقول اداري فريق الترجي تجاوز في حق الكابتن محمد يوسف، كمان يبدو ان الامور غير محترمه من الاخوه في الترجي، وقال له الكابتن محمد يوسف حرفيا كما نقل الكابتن محمد يوسف وما قال لنا مراسل كره بلدنا، تهكم على الاهلي وتهكم على محمد يوسف وعلى بطولات النادي الاهلي. محمد ابو تريكه كتب
عن المباراة، نتيجة جيدة جدا في المباراة الأولى، ولكن مباراة العودة هي الأهم الآن. رجال النادي الأهلي دائما في الموعد، البطولة التاسعة يا أبطال إن شاء الله في ملعب رادس، نفس الجدية والتركيز والحماس، البطولة لم تحسم بعد. كلام أبو تريكة كلام مهم جدا يا كابتن عمر. ما في شك طبعا أبو تريكة الحقيقة من النجوم الكبار في النادي الأهلي، واللي كان لهم إسهامات كبيرة جدا في الملاعب التونسية بالتحديد. يعني أكيد كلامه مهم وتاخد بعين الاعتبار يعني. طيب الكابتن محمد ناجي جدو، النهائي لم ينتهي بعد، الأهلي لم يتوج بعد، لكن لعيب الأهلي أدها في رادس إن شاء الله بإذن الله. يعني جدو برضو يؤازر يا كابتن بيه. كلنا قلنا ده، كل اللعيبة هتلاقيها والناس القديمة وحتى ما هتلاقي مسؤول النادي الاهلي هيقولوا ده للعيب. البطوله لسه لم تحصل، خصوصا ان انت هتشوف اسبوع ساخن من ميديا التونسيه بشكل كبير جدا. هتلاقي ضغط على الاتحاد الافريقي، ضغط على لجنه التحكيم، ضغط على الجمهور. فعشان كده لازم لعيبتنا والنادي الاهلي نفسه يبتدي يشتغل من بكره الصبح ان شاء الله لتهيئه ده، لتهيئه اللعيبه، لتهيئة الجو ازاي، انه الصعوبات اللي هنواجهها تركيزنا يبقى في الكورة، تركيزنا يبقى في المباراة في التسعين دقيقة. في كل اللي بيقوله كارتيرون الجهاز الفني، نبعد عن الميديا. انا متأكد انه يوسف هيبعد الناس ويبعد الكلام ويمنع كل ده، لازم كل ده يتمنع والتفكير في المباراة. محمد الكواليني صديقنا العزيز معلق المباراة، ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة وفوز بشق الأنفس، وتبقى مباراة العودة الفاصلة من أجل التتويج باللقب الإفريقي. زميلنا وصديقنا العزيز إبراهيم فايق، ويجي واحد يقول لك وليد سليمان ما يقدرش يلعب 90 دقيقة، وليد أصبح قاطرة بتشد الأهلي للأمام بمجهود وفير وروح وقلب مقاتل. نبيل الحلفاوي النجم الكبير، الكلام عن تحيز الحكم الجزائري للأهلي عبث لا يستحق الرد. ناصر القحطاني، مبروك للنادي الأهلي المصري انتصاره في ذهاب نهائي أفريقيا، وبإذن الله اللقب أهلاوي، هاشتاج هلالي من القلب. يعني التويتات بتتواصل والكل بيعبر عن رأيه في المباراة. جاهز بالدقيقة 8 يا أستاذ خالد عشان نروح للهوا. الدقيقة 73 ليه دي تحت سبعين؟ اللي هي الدقيقة 73 دي لحظة احتساب ضربة الجزاء، احتساب ركلة الجزاء اللي هي التانية بتاعت الأهلي التانية. بقى بتفضل يا أستاذ خالد، اللي هي قبل ما يرفع الأوفر اللي هي بعد ما احتسب ركلة الجزاء تمام، هتيجي الصورة على أزاره وهو التيشيرت بتاعه سليم. طيب ماشي، نجيبها من الاول يا استاذ خالد. ما بقتش محل يعني يعني استرس مننا خلاص. اتكلمنا فيها وعرضناها، ويعني اعتقد ان احنا يعني ما خدناش تاكدنا من كده، تاكدنا ان هو عمل كده. وخلي بالك الاخطاء كانت موجوده يعني. برضو مهدي مثلا من ضمن الحاجات الغريبه ان هو نهى الشوط الاولاني وكان فيه ركله ركنيه لصالح النادي الاهلي، وده مش متبع ان دي برضو تبقى كوره وخطره. لو الوقت انتهى قانونا ينهي. طيب ولكن انت النهارده عندك الكوره خرجت بره وانت استنيت لغايه الكوره ما اتحطت، استنى تنفيذها، استنى تنفيذها تمام. ده جزء. الجزء الثاني كان بياخد وقت طويل جدا في المراجعه. الوقت ده كان بيوصل ما بين يعني احتساب ركله الجزاء وتنفيذها، وصل في المرتين تقريبا لو جمعناهم 7 دقايق ونص، في حين ان هو ادى الشوط الاولاني 4 دقايق وتضيع، الشوط الثاني 4 دقايق وتضيع، واعتقد ان ده شويه على الشوطين. فبرضه كان في يعني كان في اخطاء، كان في فوارات عكسيه كتير، كان في انذارات مبالغ فيها نوعا ما. يعني بشكل عام يعني مش ده التحكيم اللي يليق بالنهائي الافريقي. طيب معانا جاهز كلام الكابتن محمد يوسف، وماذا قال محمد يوسف بعد المباراه؟ خلينا نسمع ماذا قال الكابتن محمد يوسف. يعني تحدث الكابتن محمد يوسف كلام مهم جدا بعد المباراه، مهم جدا قبل ما نشوف راي الساده الضيوف. نسمع محمد يوسف ماذا قال. نبقى في طيب ماشي، بظبط من الحاجه والنبي يا استاذ خالد، انت لك ساعه بتقول لي محمد يوسف جاهز. طيب ماشي، طب ما نسمعه للاخر يا استاذ خالد. طب ماشي، حتى لو الصوره اتفكست نسمعه للاخر عادي، ايه المشكله؟ رايك بكلام الكابتن محمد يوسف يا كابتن عمر؟ رايي كلام منطقي جدا، وكلام واحد فاهم الامور بشكل كويس. النتيجه بشكل عام هو كلامه انها مقبوله وكويسه، لكن برضه الهدف اللي دخل
اربع جنيهات يقلق شويه. اه لكن في النهايه احنا بنتكلم على نادي الاهلي، نادي الخبرات الطويله والعميقه في التعامل مع المواقف دي يعني. وبالتالي يعني النتيجه انا شايف انها مطمئنه ان شاء الله في مباراه العوده والاهلي يرجع بالكاس، لكن كلامه كلام منطقي وكلام عاقل. طيب حسام عاشور ايضا تحدث بعد المباراه، نسمع الكابتن حسام عاشور ماذا قال وناخذ تعليق الكابتن ضياء السيد، لكن الكل يتحدث على ان الجمعه القادمه هي الجمعه الفاصله، كلام منطقي جدا. واعتقد كمان قرار الجهاز الفني بتصريحاتهم بعد المباراه تكون اخر كلام للاعلام، وراحه بسبب واستئناف للتدريبات من الاحد وتركيز والذهاب الى تونس قبل 48 ساعه، ده مهم جدا. نسمع حسام عاشور ماذا قال. المواقع كلها ذاعتها ونشرتها نقلا عن بي ان سبورت، الزميل احمد نوير المراسل من الملعب لبي ان سبورت كان متواجدا بكل هذه اللقاءات، ودي كانت اللقاءات الوحيده الحصريه والمتاحه على كل المواقع، لان لاعبي النادي الاهلي ما لم يتحدثوا الا لبي ان سبورت، وبعد كده حصل قرار بغلق الحديث. تعليقك على كابتن حسام عاشور. حسام خبره، حسام لعب ست نهائيات ولا سبع نهائيات، واخد خمس بطولات لوحده او سته، فهو بيتكلم بمنطق انه فعلا في مباراه ثانيه، والمباراه الثانيه الاهم اللي هي اتحاد الكاس يبقى قدام عينيهم، وهم بيلعبوا المباراه، والهدف اللي دخل يقلق شويه، الفوز كان ممكن يبقى عريض والى حد كبير مطمئن. هو في الكوره مفيش اطمئنان غير لما تفنش وانت كسبان. الهدف اللي دخل وده اتكلم عليه حسام، وكويس انه لسه في خبرات موجوده في النادي الاهلي متمثله في حسام وشريف ووليد ويعني وسعد، كل دول اللي لعبوا نهائيات مروا بايه اللي يتعمل اثناء الاسبوع اللي قبل المباراه، وايه اللي ممكن يتعمل في اوضه اللبس، وايه اللي ممكن يتقال. فانا اعتقد ان يوسف مش هيجد صعوبه، او كارتيرون مش هيجد صعوبه في تهيئه اللعيبه للمباراه النهائيه. طيب على ما جهز لنا كلام مستر كارديرون وكلام المدير الفني للترجي التونسي، خلينا كابتن ياسر يعني انت جزمت بان الحكم كان دون المستوى في مباراه الذهاب، هل ممكن نقلق من التحكيم في مباراه العوده؟ اكيد اكيد لازم نقلق، لان فعلا انت بتتكلم هم هيمارسوا ضغوط قويه جدا طول الاسبوع. تونس من الاضلاع الرئيسيه في الاتحاد الافريقي، عندهم القدره ان هم يوصلوا صوتهم بشكل كويس بشكل قوي. طبعا انت عارف حياه الملعب والجمهور، لو حكم ضعيف لا هيستجيب للضغوط دي كلها، هتبقى مشكله. يعني انا شايف ان حتى المتاح على الساحه الافريقيه يعني جسامه، هم حطوه النهارده فار، ما اعتقدش ان هم يحطوه في النهائي ان هو يلعب هناك، وده هيبقى النهائي السادس ليه بيتهيألي في منتهى الصعوبه. اعتقد ان الاقرب ممكن يكون تسيم الاسيوبي هو اللي ممكن ياخد الماتش الثاني. يعني مش عارف، اللي هيبقى مش صعب، هيبقى مش صعب جدا جدا تحكيميا وجماهيريا ومن الضغوط، بس اعتقد ان لعيبه الاهلي متعودين على الاجواء دي، وسماتهم الشخصيه هي اللي دايما بتفرق في المباريات الحاسمه. طبعا الكباتن اقدر مني ان هم يتكلموا في نقطه زي دي، ولكن التحكيم لا، التحكيم هيكون ليه دور قوي ودور مؤثر، ومش شرط ان هو يكون في الحاجات اللي هي الملموسه او المحسوسه بالنسبه لنا، او اللي شافها زي ركله جزاء او مش ركله جزاء. لا يعني ممكن حكم يخليك 90 دقيقه ورا الجول، مش في نص ملعبك، ورا الجول بقرارات ما يخرجكش من نص ملعبك، على طول فاولات، على طول انذارات يخوف اللعيبه. في لعيبه عندك بتاعه التحامات زي كوليبالي، زي حسام عاشور، زي السوليه، هو شغلهم او وظيفتهم في الملعب فيها التحامات كتير. لو انا في الاول خدوا انذارات لا، في كذا طريقه، فهي هتبقى عمليه صعبه، ولكن احنا بنفترض طبعا في حكام العالم كلها بما ان هم زمايلنا، بنفترض فيهم النزاهه لحين طبعا ثبوت العكس زي لمبتي او غيره. نتمنى ان هم يحسنوا الاختيار ويوفقوا الاختيار ويحطوا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يعني فيهم، واتمنى من اداره الاهلي ان هي لازم هي كمان تمارس ضغوط. طيب جاءنا من النادي الاهلي ان اللقطه المثاره الخاصه بتقطيع تيشيرت وليد ازارو من مباراه قديمه، وان وليد ازارو كان يرتدي تيشيرتا ابيض تحت التيشيرت بتاع مباراه النهارده، طلبنا منهم التاكد
لابد من اللقطتين حتى نقف على مسافة واحدة من الجميع. للمرة الثانية جاءنا من النادي الأهلي أن اللقطة المتداولة والتي زعناها منذ قليل والتي انتشرت كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا أنها لقطة قديمة لوليد أزارو قام بتمزيق تيشيرته من مباراة غير مباراة الترجي، ومباراة خلفها المدرجات فاضية، ومباراة الخصم كان لابس أزرق، ومباراة معرفش ايه، ولكن بعد اذنك بس كان انا ما هاتلنا الله انا قلت كده في الاول هل انت متأكد وهل كذا لحظة بس لحظة وان ازارو كان لابس التيشيرت ابيض تحت التيشيرت بتاعه النهاردة. انا 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 شخصيا شفت ازارو في اللقطة بتاعت المطي من غير التيشيرت الابيض. هل هو قلعه بعد ما قطع؟ الله اعلم. واطلب من خالد بس خلينا نطلع نشوف دجا. انا من النادي الاهلي للاعداد وانا قلت زي ما جاء وانا ناقل لست متحاملا على احد، ولكن خليني اذهب الى كلام مستر كارديرون المهم والذي قال انه تعرض لسوء معاملة من احد لاعبي الترجي وانه حزين جدا على ما حدث بعد المباراة. نشاهد. كل مكان مستر باتريس كارتيرون مع دكتور عمرو وحب المترجم الخاص، ببارك له وبهنيه، يمكن مدرب عظيم ومدرب رائع على نقطه وحيده ونصل لهذه المرحله الرائعه جدا. قدرنا ان احنا نتيجه مطيبه على ما اعتقد في 90 دقيقه الاولى. حابب يقول ايه وحابب يقول على الجمهور الكبير اللي اذن النادي الاهلي؟ ديجا شتيان فيليسيتي لي جوار كون في ان تري بون ماتش دون ان كونتكست اكستراوردينير. اون افي فريمون ان كور دوفير اون فيكتوار ان نو سوبورتير. On a gagné la première manche, maintenant il nous reste une finale à bien négocier, un match retour à bien négocier la semaine prochaine. انا بشكر جماهير الجات وطبعا كان له دور كبير جدا في الفوز اللي حصل. احنا حققنا يعني كسبنا الماتش ذهاب يعني النص النهائي النص الثاني هناك ان شاء الله هنعمل فيه كويسه. ثلاث مواجهات في بطوله واحده ده امر فنيا صعب شويه بالنسبه ان احنا نواجه الترجي ثلاث مرات في موسم واحد. سي نورمال. Bah écoutez, c'est la finale, c'est la compétition. Après, c'est une équipe, c'est un adversaire qu'on connaît bien. À nous de bien récupérer et d'avoir vraiment la volonté de faire un grand match la semaine prochaine à Rades pour aller chercher une nouvelle coupe pour le club. دي مسابقة ودي بطولة كده وفرقة وسط النهائي، فرقة كانت كويسة وسط النهائي. احنا المفروض يعني نتأهل كويس لمباراة العودة ونروح نجيب الكاس من هناك النهارده. عقب انتهاء المباراة ايه اللي قاله مستر باتريس لكل لعيبة النادي الأهلي لأن كانوا رجالة النهاردة بلغة الكورة يا دكتور عمرو؟ كيف كان فيها بون ماتش جوبي؟ Arrêtez, j'ai à peine, on n'a pas vraiment pu savourer parce que l'attitude des supporters, une fois de plus, de Tunis a été absolument honteuse et l'attitude des joueurs et des dirigeants lamentable avec nos joueurs insultés, avec en ce qui me concerne frappé dans le tunnel par un joueur. Je suis sans voix entre ce que j'ai vu lors de la demi-finale à contre Premo de Augusto avec 38 blessés dans le stade et l'attitude aujourd'hui. J'ai du mal à savourer sincèrement notre victoire tellement je suis choqué par un tel état d'esprit aussi lamentable. للاسف انا ما لحقتش نستمتع حتى نستطعم طعم الفوز. اول ما خلصنا الماتش كان فيه يعني عنف من جماهير التونسيه كانت موجوده، ودي المره الثانيه الف ماتش اول اغسطس في الدور اللي فات كان حصل برضه اعمال عنف و38 واحد اتصابوا هناك، وانا شخصيا في حد من اللعيبه يعني ضربني بشلوط ولعيبتي اتهانت. للاسف احنا كنا نتمنى تبقى الظروف احسن من كده، وللاسف احنا يعني اللي حصل الاحداث دي يعني طغت على فرحتنا. نقدر نقول الاحداث دي لها تاثير على مباراه العوده؟ اسكو في عنف بور لو ماتش ريتور لبعض تونسي. J'espère surtout que le gouvernement tunisien qui il y a quelques jours en arrière a déploré plus de 38 blessés dans les forces de police sera à même de faire de permettre qu'on joue à un match de football et pas une guerre de tranchées comme j'ai pu assister face à Premo de Augusto, et qu'en tout cas notre sécurité sera assurée, c'est le minimum qu'on peut demander. اتمنى الحكومه التونسيه اللي شافت بنفسها كان في 33 واحد مصاب في المباراه اللي فاتت في الدور اللي فات قدام اول اغسطس تسعى ان تخلي مباراه كره قدم مش حرب في المدرجات، وانا اعتقد ان هطلب تامين لينا عشان نبقى متامنين وما يبقاش عندنا اي مشكله. اخيرا رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي اثر بشكل كبير جدا وكان ليه تاثير كبير جدا النهارده. Je les remercie, je sais que beaucoup d'entre eux ont dormi dehors pour
pour nous accompagner, pour être présents avec nous. Leur attitude a été exceptionnelle aujourd'hui. Ils ont montré qu'ils méritent cette coupe. On va vraiment tout donner la semaine prochaine pour leur ramener. Et je les remercie pour leur attitude qui a été extraordinaire et ils méritaient cette victoire. انا بشكرهم جدا وعاكم منهم كتير بيتوا في الشارع عشان يكونوا معانا ويفضحونا ويشجعونا النهارده وكان حضورهم مثالي وكان سلوكهم مثالي انا بشكرهم وهنعمل كل في مجهودنا الاسبوع الجاي عشان نرجع بالكاس ونهدي هنا. بدل ما كان مستر باتريس كارتيرون مع دكتور عمرو وحب المترجم الخاص. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين. تعليقك على كلام كالدرون الراجل بيقول لك هيبقى ضربه الشلوله. لا مستاء طبعا واذا كان حصل كده وكمان في ملعبنا يعني المباراة حصل هناك فطبعا غلط طبعا لكن انا المشكله ان كل الحاجات دي حصلت في الطرقات انا مش عارف هل الحاجات دي ياسر يفتينا فيها يعني خلي حضرتك كابتن بيبقى فيه هل ده مثبت ولا هل ده ليه تعامل ولا بيبقى فيه ريفري اسيسور اللي هو مراقب الحكام بيبقى فيه ماتش كوميشن اللي هو مراقب الحكام وبيبقى فيه مسؤول امني كل ده بيقدم له تقرير على المباراه ده بعد المباراه ما كل ده بص هو المفترض ان انت لغايه لما الفريقين بيغادروا الملعب انت ك في اي لقطات انت معاهم الاعداد بيتابع لحظه بلحظه والله عشان نجيب لكم اي حاجه عشان نبقى واقفين بالقسطاس المستقيم في كل حاجه وعلى فكره اللي اتصل بينا انا اسف مشجعي من النادي الاهلي وليس مسؤولين من النادي الاهلي مشجعين من النادي الاهلي بس انا الصوت كان عندي مش ظاهر بعض المشجعين من النادي الاهلي اتصلوا بينا وقالوا للاعداد هذا الكلام هنجيب لهم الصوره برضه عشان نبقى متاكدين اهي قدامكم اهي وده مهدي الحقيقي اه قدامكم وبعد كده كمان على كان بس ما فيش حد من الجماهير يتهمنا ان احنا يعني هاجرنا على رايهم ادعوا قدامكم وفي صوره ونفس هات لي الصوره اللي انا بعتها لك يا استاذ خالد شيل اللقطتين دول وهات الصوره عشان بس نحترم جماهير الاهلي ونحترمهم جدا واحنا اتكلمنا بما يرضي الله وعلى كان محدش طيب تعالى يا خالد كده وهات لنا الصوره كمان اللي بيؤكد انه ما لابسش تيشيرت ابيض كالديرون بقميصه لانه في صوره فوتوغراف ظاهره هو وكالديرون بنفس قميص الماتش وبنفس صوره الماتش ونفس المكان ده اللي هو كان مخصص اللي كان مخصص للفصل ما بين المدرجات عندنا الصوره برضه بعتها للاستاذ خالد انا يعني احنا بنشتغل كمان على الهواء عايزين نحذر موضوع الصور ده يا ريت نشتغل بفيديوهات افضل لا 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 لا, لا, لا اصل الصوره دي من لقطه من الماتش بس تفسير تعبيريه اكتر لان فيها ثبات لكن من الماتش مش حد بعت لنا الصوره لان احنا حريصين جدا ودقيقين جدا في هذا الامر طبعا اللي احنا بنقوله حدث من الان يعني اوريكم دلوقتي العناوين بتاع الصحف التونسية وده بيخلينا نقلق جدا على المباراة بس بعد ما نشوف الصورة دي عشان نقفل الملف بتاع وليد ازارو محدش يكلمنا فيه تاني علشان ايه يعني احنا ادينا له كده اكتر من حجمه خلاص لقطة وهن لم تؤثر على ضربة الجزاء من قريب او من بعيد وعندي كمان الشروق التونسية واخدة الترجي الاهلي الترجي 3-1 هزيمة بامضاء الحكم والحساب في الاياب ده من منشط الرئيس احنا برضو عايزين نروح لجزئية تانية تمام مش عايزين ننسى ان تواجد الترجي في مباراة نهائية كان باخطاء تحكيمية لصالحهم مظبوط احنا مش عايزين نسرح عن الكلام ده يا جماعه لا مش هنسرح يعني برضه ايه عشان الامور تهدى شويه لو الاخطاء التحكيميه في مباراه بطل اول اغسطس تمام ما كانش الترجي هيبقى موجود النهارده ولا كان هيبقى موجود من 9 فيعني ايه وده مش معنى كلامنا ان احنا بنقول الترجي صعد بالباطل الاخطاء ليكوا عليه بس هو ده اللي احنا بنقوله احتراما للاخوه التوانسه وتقديرا ليهم دي الصوره بس يا جماعه اهي عكلنا في تيشيرت ابيض ولا بتاع تقديرا لجماهير الاهلي اللي كلمونا. فعلى كان ما نبقاش احنا يعني اي حد بيتصل بينا له منا كل الاحترام والتقدير. ادي الصوره اهي من مباراه النهارده وادي النتيجه فوقيكم اهي 2-1 قبل ضربه الجزاء وادي كالدرون بالقميص بتاعه
ونحترم حضراتكم واحنا بننقل صورة بمنتهى الامانة. وخلينا نتكلم في المهم، ان ماذا بعد، لان يبدو ان الشغب اللي حصل النهاردة بيودينا لانذار مهم جدا. كابتن محمد عمر هيشرح لنا دلوقتي الحالة اللي كان عليها وهو بيلعب الترجي على ملعبه كاخر فريق مصري لعب الترجي ايام ما كان ماسك الاتحاد السكندري. اتفضل يا كابتن ياسر، كنت بتكلم في جزئية مهمة جدا اللي هي الاخطاء التحكيمية لك وعليك. اه طبعا، ما ده اللي احنا عايزين نقوله. احنا مش بنقول ان الترجي فنيا ما يستحقش انه يكون في النهائي، ولكن بنقول ان الاخطاء التحكيميه في مبارياته مع اول اغسطس اسهلت بشكل كبير جدا ان هو يكون موجود النهارده، وهيبقى موجود يوم 9. اذا كان النهارده في اخطاء تحكيميه ضده، فده ده ده وضع يعني هنعتبره في مجال التحكيم طبيعي يا كابتن. ده هو ده احنا بنتكلم فيه. بنقول قبل كده الاهلي اتضر اكتر من مره، سواء ضد فرقه ثانيه او ضد الترجي تحديدا. انما اللي احنا عايزين نقوله ونقيمه ان هي اخطاء تحكيميه فقط لا غير، مش عايزين نخرجها بره الاطار ده. طيب، بعد الاخوه المصورين الصحفيين تفاعل كبير معانا، بس انا عايز ادي نفس، كان بصراحه الناس متضايقه مني في الكنترول، ببعت لهم الحاجه وعايزها تطلع في ثانيه، وده طبع وحش فيه جدا فيا بصراحه، يعني الناس تاخد وقتها. عبد الناصر اهدى، مش معقول. خالد بيقول لك كده؟ انا بصور نفسي. طيب يعني ببعت لهم الصوره واقول سيبها على الهوا بنسى. طيب الكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الاهلي، كابتن محمد يوسف السلام عليكم. الكابتن محمد يوسف في الطريق وعدنا بمداخله، بس يعني بنحاول الطريق جاي راجعين على طول مباشره من القاهره. طيب احمد السيد لغايه ما يرجع لنا الكابتن محمد يوسف. احمد السيد السلام عليكم. احمد السيد السلام عليكم. يا استاذ احمد السيد السلام عليكم. استاذ علاء حمام متابع لبعض جماهير الاهلي من وسط البلد ومن على المقاهي. استاذ علاء حمام السلام عليكم. لا ما لا 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 ما ملوش مكان النهارده على احمد. لا 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 خليك في قهوه ثانيه. لا بناخد الانطباعات عن مباراه الاهلي كل المراسلين. هو ملوش علاقه بالموضوع ده. هو جماهير الاهلي اتصلت بيه وقالت له وصل لنا رساله على الهواء. يا بيه الجماهير ما اتصلتش بعلاء. لا هو بعت المسجد كابتن محمد يوسف. اتفضل يا علاء. اتفضل يا زلمه. قول لنا مين اللي اتصل بيك؟ كان جماهير الاهلي نقل رساله عن طريقك ولا حد كلمك من الاهلي؟ والله انا رد كلمني رقم خاص وقال لي ان الصوره اللي حضرتك عارضها فيها تناقض كبير، هم شايفين ان الصوره قديمه وحضرتك دلوقتي اثبتت ان الصوره جديده. هي من مباراه النهارده، هم بيقولوا لا الصوره قديمه من مباراه سابقه مش من مباراه النهارده. لكن حضرتك طبعا بالدليل القاطع اثبتت ان المباراه من مباراه النهارده. لوحت اللغط اللي كان داير في الساعة الأخيرة دي بعد ما حضرتك عرضت الصورة، لأن لما أنت عرضت الصورة عملت صدى كبير جدا لدى جماهير النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية عموما يعني. وأيضا صور الشغب اللي احنا نشرناها عملت نفس الصدى، لأن احنا واقفين على مسافة واحدة. ما هو اللي عمله فرقة الترجي ما يرضيش حد، يعني احنا بندي حق الناس بنرضي الله، لكن ما ينفعش تكسير الكراسي وضرب كارديون بالشلوت. طبعا دي طيب الكابتن محمد يوسف خليك معايا. كابتن محمد يوسف سلام عليكم. كابتن محمد يوسف يا جو في مشكلة، الراجل غصب عنه الخطاوي. الرسالة وحي جدا وهو قال لها يعني كلميني كذا مرة لغاية ما يرقب. طيب خليك معايا هدير، اتفضل يا علاء. فطبعا حضرتك لما عرفت الصورة دي طبعا عمل تفاعل كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي وعند جماهير الكرة المصرية عموما. طبعا مباراة حساسة زي دي، نهائي بطولة أفريقيا، كل الناس بتتابعها، جميع جماهير الأندية المختلفة بتتابعها. طبعا كل بلدنا بانتشاره كبير جدا في مصر والوطن العربي، فكان في تفاعل كبير جدا من الجماهير. لكن واتكلموا عن الصوره، لكن حضرتك طبعا نجحت ان انت تثبت ان الصوره في مباراه اليوم. كمان نجحت برضه في حكايه صور الشغب والخروج عن الروح الرياضيه اللي تم من قبل بعض جماهير نادي الترجي. انا طبعا سافرت تونس وحضرت مباريات كتير في تونس مع المنتخب ومع نادي الزمالك. الحقيقه الجمهور التونسي ناس كويسين جدا ومتحضرين جدا، لكن طبعا في اي جماهير موجوده في اي مكان لازم تلاقي فيه كلمه كده بتخرج عن الروح الرياضيه. يعني وجماهير الترجي نرفز زياده عن اللزوم. شكرا استاذ علاء حمام. كابتن محمد يوسف سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم كابتن. ازي حضرتك يا كابتن يوسف؟ الله يخليك حبيبي الحمد لله. كابتن يوسف
عجبني جدا كلامك في المؤتمر الصحفي وانا عايز ادخل للمفيد، لكن ما تكررش كلامك. دعك من المباراة، انا الان النهاردة انا قدام المانشيتات كلها طالعة في تونس تحفز ضد التحكيم، تحشد ضد الاهلي، وده بيخليني الان فعايز اكلمك عن اللي جاي يا كابتن يوسف، وكيف كمدير للكورة ستعمل كل من شأنه احتياطيات لتأمين فريقك والعمل على تأمين النادي الاهلي في رادس. لا هو الاول طبعا احنا عايزين نبارك لجمهور النادي الاهلي وبارك للاعبين، النهارده عملنا مباراه جيده والحمد لله نتيجه جيده، لكن في حكم المباراه النهائيه نتيجه خادعه. ليه؟ لان انت بتلعب 180 دقيقه، برافو عليك، عندك 90 دقيقه في مصر و90 دقيقه في رابس، كره القدم فيها كل حاجه، وده كان كلامنا مع اللعيبه على طول بعد المباراه في اوضه اللبس ان احنا ما عملناش حاجه، وبدأنا على طول اجراءات الكشف والعلاج وكل الاحتياطات اللي المفروض تتعمل بعد المباراه عشان نبدا تركيز المباراه القادمه ان شاء الله. انا عايز من خلالك ان انا اكد ان الموضوع لسه ما انتهاش، احنا لسه عندنا تحديه قويه جدا في رابس، واحنا لعبتنا يعني ان شاء الله خلال الاسبوع ده يتم تجهيزه فنيا وبدنيا ونفسيا، مهم جدا كمان ان المباراه مش هتبقى سهله في رادس خالص، بالعكس احنا متوقعين انها هتبقى مباراه قويه، وفي النهايه مباراه كره قدم هتبقى جوه الملعب يعني. احنا بنحترم جمهور تونس وبنحترم شعب تونس، وايضا بنحترم مسؤولين الترجي وفريق الترجي. اللي حصل ممكن بعض الانفعالات ولا حاجه احنا مش هنتوقف عندها، العلاقه ما بين نادي الترجي والنادي الاهلي علاقه قويه، ورياض بن نور مدير الكره في نادي الترجي كان معايا قبل المباراه وبعد المباراه وتاسف لي يعني على بعض المواقف، ودي حاجه عاديه طبيعيه اذا في انفعالات بعد المباراه، لكن اللي انا عايز اقوله ان احنا هنقفل عن نفسنا وهنبقى مركزين جدا، لان الموضوع ما خلصش خالص يعني، لسه في 90 دقيقه وفيهم شغل كتير قوي سواء من الترجي او مننا يعني، الموضوع لسه في شغل يعني. بس طب كابتن يوسف، يعني بدا كارديرون غاضبا في المؤتمر الصحفي وحزين عما بدر، دار بينك ما بينه حوار بعد المباراه عما حدث ليه، لانه قال حرفيا ان احد لاعبي الفريق التونسي تعدى عليه بالضرب؟ طبعا دار حوار، وانا يعني عايز اقول انا مش عارف ان اتوقف عن هذا الفعل، ده ممكن يكون فعل صادر من لاعب يعني في انفعال معين، طبعا خطا شديد خطا كبير ما يجيش انه يحدث من لاعب لاتجاه مدرب الفريق المنافس، لكن انا مش عايز اتكلم او مش عايز اني اقف عند هذا الفعل، احنا عندنا هدف اكبر من كده وهو 90 دقيقة تفصلنا عن حلم كبير احنا بنبنيه من ساعة ما تولت المهمة ومن ساعة ما مستر كابترون تولى المهمة، فاحنا مش عايزين أي حاجة جانبية. هو الراجل طبعا أصر الموضوع في المؤتمر نتيجة اندهاشه من حاجة ممكن تحصل زي كده، لكن أنا يعني أنا بقول إن احنا عندنا هدف أكبر من كده ومش عايزين نلغي عندنا طمنا على احمد فتحي يا كابتن، احنا مش عايزين نرهقك لاني طالع من الماتش تعبان ومرهق، طمنا على احمد فتحي لو سمحت. فتحي شعر بشد في العضله الاماميه، وفضلنا ان احنا نغيره بعد 20 دقيقه، ودفعنا محمد هاني في نفس المركز طبعا للمحافظه على فتحي وعدم استطاعته تكمله المباراه بنفس القوه اللي هو معتاد عليها. النقطه الثانيه كمان ان احنا عندنا ثقه كبيره في كل الموجودين معانا، عندنا لاعبين مميزين كلهم على مسافه واحده وكلهم على مستوى واحد، واي حد يختار جهاز بيتم الدفع بيه، فانا بحيي اللعيبه كلها النهارده صراحه، وفتحي كمان فتحي من الناس اللي بيأدوا بشكل كابتن يوسف، انت كنت قاعد على الدكه واحنا بنتفرج، الكاميرا كانت مركزه في السبرنت اللي فتحه فتحي، كان واضح على فكره، كان انا ببرق بس الجهاز الفني عشان في بعض الناس قال لك بيلعب مصاب، السبرنت ده حضرتك لما تروح وتشوف المباراه
وانا ببرئ الجهاز الفني بالكلام ده لوجه الله. كان واضح حتى الكابتن ياسر عبد الرؤوف معايا والكابتن محمد عمر الكابتن ياسر عبد الرؤوف وانا السبرنت ده وقف مره واحده فرجله طقت حتى لو سليم كان هيصاب 100% يعني. اولا ربنا احنا كجهاز فني او اي جهاز فني ما بلاقيش حد مصاب. ماشي تعب لعيبه ومصاب ليه؟ اولا اصابته هتتفاقم، ثانيا هتيجي على حساب الفرقه. صح. انت النهارده لما بيجي جهاز فني تعب لعيب مصاب ده معناه ان هو مش كامل مش 100%. برافو عليك. دي انت كده بتضر الفريق، يعني جهاز فني بيضر فريقه مش مهم مش مهم مش ممكن يحصل هذا يعني. انما الاصابه واردة في اي وقت وفي اي يعني مباراه، فتحي من اللاعبين المميزين ومن اللاعبين اللي بيأدوا بروح عاليه جدا وزي ما الجمهور بيناديه كده. طب كابتن طمنا على وليد سليمان. اللي انا عايز اقوله ان هو ان شاء الله تم على طول اجراءات الاستشفاء دي والعلاج، والدكتور بدا معاه العلاج على طول فورا بعد نهايه المباراه. وايضا حمودي برضه كان واخد كلمه ظهره كانت مطويه برضه تم عمل تقطيعات مع شغالين. فبدانا على طول دماغ وليد سليمان. طمنا على الاصابه اللي في راسه يا كابتن. اربع غرز ان شاء الله مش هتعوقوا عن التدريب يوم الاحد ان شاء الله. ووليد من اللعيبه رجاله جدا وانا بحييه وبحيي كل زمايله وكل الفريق النهارده. ان شاء الله الاصابات اللي عندنا اصابات ما تعوقش حتى عن غياب ان شاء الله المباراه القادمه ان شاء الله يوم الصبح. اخيرا كلمه للجمهور العظيم اللي ليه 3 ايام في اسكندريه ويستحق كلمه من الكابتن محمد يوسف. طبعا انا بقول انا بصراحه يعني انا دمعت لما نزلنا ولقينا الجمهور بالشكل ده. جمهور النادي الاهلي هو العامل الاساسي في الفوز والبطولات، والكلام ده مش شعار او مثلا بنقوله كده، الكلام ده احنا فعلا شعارين بيه وحاسين بيه من جوه. والنهارده لما لقيت ان في موقف محتاج جمهور النادي الاهلي يبقى موجود لقيته النهارده في الملعب وبحاجه جميله بشكل جميل جدا، وفرق معنا كتير، فرق مع لعيبه واداهم ثقه واداهم حماس واداهم روح وانا يعني ببارك لهم وبوعدهم ان شاء الله ان احنا نشرفهم ان شاء الله في مباراه العوده. وفي نفس الوقت كمان اشكرهم على تعبهم اللي بذلوه وضحوا من اجل ان هم يتواجدوا في المباراه. احنا عارفين الصعوبه الحصول على التذاكر وصعوبه التوجه للمباراه وقرب العرب، لكن بصراحه كانوا عند حسن الظن. انا ببارك لهم بس وقت بشكرهم شكر كبير جدا وبقول لهم انتوا عامل اساسي في الدور والبطولات النادي الاهلي. وبرضه انا باكد جمهوره ده حماه، يعني النادي الاهلي اللي بيحميه وفعلا ورا ظهره هو جمهوره. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نكون على حسن ظنهم على طول. كابتن معلش كان في حاجه نزلت دلوقتي وانا عاجبني هدوءك وعقلانيه حضرتك وانت تتحدث برؤيه تليق بالنادي الاهلي، بشكرك عليها. نازل بس التصريحات، ما اعتقدش انها على لسان كالديرون. بيطالب كالديرون ده نازل على المواقع دلوقتي ان كالديرون يطالب الحكومه التونسيه بحمايه الاهلي حتى لا تحدث حرب في رادس. صحة الكلام ده من عدمه حتى لا يتم تداوله بشكل يدعو الى التعصب والعصبيه. لا احنا مش عايزين الامور اكبر من حجمها. انا قلت لك انا كنت مع رياض بن نور بعد المباراه ويعني حييته على مجهوده اللي عملوه وقلت له في اي حاجه ناقصاك ولا حاجه، قال لي لا كل حاجه تمام. مفيش اي كلام، احنا في النهايه هنلعب مباراه كره قدم من 90 دقيقه وانا بقول ان الشعب التونسي والشعب المصري يعني فيه علاقه قويه جدا بينهم، والنادي الاهلي والنادي الكراسي كمان في علاقه قويه. احنا مش اول مره نلعب مع بعض، لعبنا مع بعض مرات عديده جدا في اخر يمكن 19 سنوات. عاجبني جدا يا كابتن يوسف اللغه اللي انت بتتكلم بيها بصراحه، يعني عجباني جدا اللغه اللي بتتكلم بيها ويعني وبصداقه السنين. وبيحييك الكابتن ضياء السيد في الاستوديو والكابتن محمد عمر والكابتن ياسر عبد الرؤوف. يعني مبروك يا جو، مبروك يا جو، مبروك. لا عجبني جدا يا كابتن، عجباني جدا. ربما انا طبعا كله ربما
ربما انا شخصيا كنت متوقع ان تكون منفعلا. انا بكلمك بمنتهى الصدق. لا 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 انا قلت لك هيجيبها صح. لازم نتعامل مع الموضوع بخبره سابقه ولازم نتعامل مع الموضوع احنا مسؤولين. النادي الاهلي دائما سباق ومسؤول. انا بقول لك مش كلام شعارات، احنا فعلا علاقتنا قويه بمسؤولين نادي الترجي وبنادي الترجي، ولما بيجوا لنا واحنا بنروح لهم بنعامل احسن معامله. وهم لما جم بصراحه رياض بن نور قال لي كل حاجه موفرينها لنا، وفرنا لجمهورهم كل الدخول في سهوله تامه. طبعا اكيد نتيجه في بيحصل بعض الانفعالات او حاجه، لكن احنا بنتعامل مع الموضوع بنظره يعني مختلفه شويه. فبقول لك رحت له بعد المباراه وقلت له في اي حاجه ناقصات في اي حاجه. فالمهم يعني العلاقه قويه الحمد لله، واحنا في النهايه هناك هنلعب 90 دقيقه مباراة كرة قدم إن شاء الله نكون موفقين، وأكيد الترجي هيبقى حريص إن هو يبقى موفق. وفي النهاية دي كرة قدم لعبناها طبعا ثلاث كبار وعارفين يعني أكيد كل فريق عايز يكسب، لكن في النهاية كرة قدم أكيد اللي هيبذل مجهود ويبقى مركز أكثر هو اللي ربنا هيديه إن شاء الله. وإحنا بالنسبة لنا إحنا قافلين على نفسنا، لأن إحنا ما عملناش حاجة خالص لغاية دلوقتي، مجرد لعبنا شوط. النادي الاهلي دائما لا يعترف بالوصول للنهائيات، هو بيعترف بس بالالقاب اللي بيفوز بيها. يا سلام عليك. جمهور النادي الاهلي وده مسؤولين النادي الاهلي، فاحنا بالنسبه لنا ما عملناش اي حاجه خالص. وانا تعليماتي كانت اللعيبه بعد المباراه ان مفيش حد يتكلم في الاعلام ولا حد يدي اي تصريحات. قلت بس انا يعني النهارده كده هدي تصريحات طبعا لبعض الجهات المختلفه على اساس احتراما للاعلام يعني، لكن بعد كده هنبقى قافلين عن نفسنا ونستعد ان شاء الله بتركيز تام ان شاء الله المباراة يوم الجمعة ان شاء الله. عايز تتكلم عن حكم المباراة ولا لا تفضل؟ والله انا ما عنديش اي تعليق على الحكم. امبارح في الاجتماع الفني كنا قاعدين وقعدت مع مراقب المباراة وقال هيتم استخدام تقنية الفار. الراجل في كل قرار خده، عشان الناس اللي بتتكلم على القرارات، كل قرار شافه قدامي انا حوالي 7-8 مرات من عدة جهات. حضرتك برضه لازم تعرفوا معلومة، المباراه النهارده الفار اشتغل ب 10 كاميرات، يعني تصور كل لعبه من 10 اتجاهات او زوايا مختلفه. فانا ما اقدرش اعلق بعد حكم بياخد قرار بعد 10 يعني 10 كاميرات من زوايا مختلفه، وهو عادها 7-8 مرات قبل ما ياخد القرار ويرجع تاني الملعب. فخلاص مش هنقدر نتكلم على حاجه. انا بحترم التحكيم، واحنا كنا دايرين نحترم على التحكيم، وما مش عايزين نخش في مسائل تشغل تفكيرنا وتاخد تفكيرنا يعني. بشكرك كابتن محمد يوسف، واعتقد اني اول واحد محتاج منك جلسه نفسيه مستر كاردرون. بشكرك شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف، يعني كلام عقلاني حتى انا في الاستوديو. لا بالظبط، هو لازم لانك انت بتتعامل مع مباراه. التصعيد هيبتدي من انت، التصعيد ابتدى من دلوقتي، جات لك العناوين معانا اهو على الشاشه بالظبط. فلازم احنا نقابل ده بالهدوء والخبرات اللي موجوده. الشروق اللي التونسيه هزيمه بامضاء الحكم والحساب في الاياب منذ دقائق الشروق التونسيه الاكثر انتشارا. وقدامنا كمان قولوا يا جماعه في مباراه، قولوا قولوا لي ايه ده، الصحف التونسيه بعد هزيمه الترجي من الاهلي. طبعا مش عايزين نقع في اخطاء الماضي وما حدث، الشعب التونسي والمصري اكبر من مباراه كره القدم. كلام الكابتن محمد يوسف مسلم جدا للصدور ومطمئن ويحيي الصباح قدامكم. قولوا لي طب العناوين عشان بعيد عني لو سمحتوا. طيب ماشي. الصباح قدامكم وهنطبع لكم الحاجات دي، هيطبعها الاعداد ويجيبها لي عشان نقرا لكم بالتفصيل. كابتن عمر محمد يوسف كان منطقي للغايه في حديثه. هو كعادته الحقيقه هادي وبيعرف يفكر قبل ما يتكلم او ياخد قرار. كلام الحقيقه محترم بشكل كبير جدا يعني. بس انا عايز اتكلم على يعني الترجي وجماهير الترجي سريعا كده عشان نقفل الموضوع. هناك يعني جمهور الترجي متعصب قوي يعني. حتى الشعار او حتى الهتاف اللي بيهتفوا بيه النادي الترجي بيقولوا الترجي دوله. يعني هو دوله بيعتبروه دوله، بيعتبروه دوله. من هنا يعني حته التعصب ورفض الهزيمه
ده من منطلق انه دوله، فيعني الامور بيبقى فيها شحن اكثر من اللازم يعني. لكن انا متاكد ان شاء الله مش هيبقى في مشاكل ابدا رغم شحن الجرائد. زي ما قال الكابتن محمد يوسف، العلاقه بين الاهلي والترجي علاقه قديمه وراسخه وممتده، وبالتالي اعتقد الامور هتبقى على ما يرام هناك ويبقى في تامين جيد جدا يعني. طيب استاذ احمد السيد رجع لنا تاني وراسلنا في النادي الاهلي. احمد سلام عليكم. وعليكم السلام، تحياتي ليك يا استاذ عبد الناصر وكل ضيوفك الكرام. طيب ما الجديد يا احمد؟ يعني خلينا نقول الجديد يعني بالنسبه لزي ما حضرتك ذكرت يعني بالنسبه للجانب التونسي، يعني هناك بعض النقاط يعني حضرتك تفضلت وذكرتها، يعني شغب الجماهير عقد المباراه وده كان الامر اللافت النظر، وتم يعني الامن تم السيطره عليه ما فيش اي مشكله، وزي ما كابتن محمد يوسف اكد على مدى العلاقه الطيبه ما بين الناديين وما بين الجماهيرين، ايضا يعني قيام احد لاعبي النادي الاهلي ومحاولته وقيامه بالتعدي على كثيرين في الممر المؤدي الى ملعب او الى غرف احد لاعبي الترجي يا حماده، احد لاعبي الترجي ناس احد لاعبي الترجي في الممر المؤدي الى غرف اللاعبين. يعني ايضا كمان بعد نهايه المباراه قيام يعني اداري الفريق التونسي يعني بمحاوله استفزاز الكابتن محمد يوسف والتاكيد بان بطولات الاهلي يعني كلام اعتقد صعب ان انا اقوله، لكن الكابتن محمد يوسف كان رده يعني هادي جدا. الكابتن محمد يوسف اكد على العلاقه الطيبه ما بين الناديين، وده اللي قاله كابتن محمد يوسف زي ما حضرتك يعني تفضلت واكد معانا في المداخله مدى العلاقه الطيبه بين الفريقين، يعني حاله من الرضا داخل لاعبي النادي الاهلي في اتوبيس وغرف اللعيبه ثم الاتوبيس عقد عودتهم، يعني هم دقائق ان شاء الله يكونوا يتواجدوا في القاهره. الكابتن محمد يوسف زي ما ذكر طلب الجميع بالهدوء تماما وعدم الحديث لوسائل الاعلام. خلينا نقول يعني احمد فتحي اعتقد هيكون جاهز لمباراه العوده، في اشعه تكون ليه ان شاء الله اليوم، لكن يعني ربما خروجه مبكرا سيكون عامل مساعد لجاهزيته في مباراه العوده، وان كان الجهاز الفني لن يجازف. انا اللي يهمني يا استاذ احمد لو سمحت عايزين نجمع كل ما قيل من الصحف التونسيه، كله ده سمعناه من الكابتن محمد يوسف، هو عايزين نجهز بالمدير الفني التونسي يا جماعه لو سمحت، ده اهم حاجه. خليني بس اسمعكم ماذا قال رؤوف خليف عن الحكم لتعرفوا من اين ياتي الشحن، يعني كيفين احنا استوديو تحليلي والاهلي مصري واحنا مصريين وبنقول دي ضربه جزاء غلط، وبنقول الاخوه التوانسه فوق دماغنا، يعني اصدقاء الاعزاء يعني كابتن طارق دياب النجم الكبير المحترم، يعني اعتقد لو سمعني او حد من الاصدقاء في بي ان سبورت نحتاج الى الهدوء، الشعبين اكبر من مباراه كره قدم، خلينا نستفيد من اخطاء الماضي، الشحن لن يفيد احد. يعني رؤوف خليف اتى في التعليق، لو عندنا في مصر اقسم بالله العلي العظيم يا كابتن رؤوف وانت حبيبي وانا بعزك وبستمع لك ومعجب بيك، لو عندنا معلق قال كلامك ده في مصر مكان مسك المايك تاني يقول حياته، يعني الشعوب اكبر من كره القدم يا ساده، والاخطاء في كل مكان، والترجي وصل للنهائي باخطاء وليس مش عايز اقول ظلم تحكيمي، اخطاء تحكيميه، والاهلي خسر يعني يا زند. حد بعت لي الاستاذ محمد اسماعيل صديقنا العزيز في الامارات بعت لي كم بطوله خسرها الاهلي في افريقيا بالذات قدام قدام الترجي، لا لا بعت لي مجموعه، ومع ذلك نحن يعني في اعلام جديد ومصر الكبيره مع تونس الشقيقه، نحن اكبر من النفخ بالنار، ومثل هذه المنشتات والله الاستاذ مكرم محمد احمد كان بطلنا الاعلام، ودي بحلف بالله المنشت ده بيتقفل عليه بالنار بتاع الشروق والصباح، وكلام الكابتن رؤوف خليف يعني لابد ان يحاسب عليه الكابتن رؤوف، يعني لا يمكن ان خطا تحكيمي يوصم بالفضيحه، يعني اسمعكم لا يمكن هذا ضرب من اضرب النار يا جماعه، يعني ازاي الاخوه التوانسه فوق دماغنا واكبر من المباريات ومصر اكبر من مباراه كره القدم، يعني هل يتصور احد ان ناس على مسؤوليه وفي استديوهات تدعو الى ان يبقى في شحن؟ تونس كبيرة ومصر عظيمة ومصر الشقيقة الكبرى لتونس والشعب التونسي من سافر اخواتنا وحبايبنا، لنهدأ قليلا، كابتن محمد يوسف قال من حق الترجي ان يلعب للفوز ونحن من حقنا ان نلعب للفوز، وفي النهاية دي كرة قدم، يعني لا يمكن يا جماعة
سمعني بس رؤوف خليف لاني محتاج تعليق الاستوديو. تفضل يا استاذ حد بوزن الكابتن رؤوف خليف ولا الكابتن طارق دياب، لابد ان يراعوا ان خلفهم ملايين. انا من عشاقهم، يعني انا نفسي من عشاقهم، من حق ازعل يعني، انا بعاتب عتاب الحب والاخوه. اكيد مفيش شك طبعا، وبنتكلم على ناس من المفترض انها مسؤوله وناس على قدر كبير من الفهم والوعي، سواء رؤوف او طارق. لكن بقول لهم الفضيحه التحكيميه بامتياز هي اللي حصلت في ماتش الاهلي والترجي لما لعب الكره بايده فضيحه انرامو، فمش احنا برضه لازم نرد يعني، فضيحه ما بعدها فضيحه. فارجو لو موجوده الصوره دي نجيبها بس نقفل القصه دي، فما ينفعش احنا يعني نقول فضيحه ومش فضيحه، يعني كلام قاسي جدا بيثير الجماهير، بيحدث فتنه، بيحصل مشاكل كبيره. ف لا انا 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 بطلب من خالد مخلص بصراحه يعني انا رؤوف خليف من المعجبين بيه جدا، وارجو لو حد بيتابعني من اخواننا في الدوحه، والله العظيم انا بحب رؤوف خليف جدا، ولكن انا عايز بس تجيبوني لقطه انا رامو وهو كان معلق رؤوف خليف على المباراه. ارجوك يا خالد هتهنى لو سمحتوا، لو سمحتوا في اي وقت ارجوكم ارجوكم، لان بس كان اثبت للاخوه التوانسه ان كره القدم اقل من هذا الشهر يا صاحبي ناصر. ونرجع بالذاكره الاهلي والنجم الساحلي عبد الحكيم عبد الرحيم عرجون وركلتين جزاء ما اتحسبتش، يعني الاحداث كتير والماتشات كتير والاخطاء كتير. بس ضربات الجزاء دي يا كابتن ده احنا خسرنا في الاستاد، انا احط الكوره بايدي كده هي الفضيحه باينه الحقيقه. الاستاذ محمد اسماعيل هو صديقنا العزيز المعد المحترم والاعلامي الكبير بيبعت لي من الامارات بيقول لي 10 مباريات مصيريه ظلم فيها الاهلي افريقيا، ما اود قوله لو كان الترجي قد تم ظلمه تحكيميا فان المواقف التي ظلم فيها الاهلي من التحكيم الافريقي كثيره، اذكر لكم 10 تسببت في ضياع بطولات 10 على الاهلي. عام 83 خسر الاهلي بطوله دوري ابطال افريقيا في اهاب النهائي بسبب هدف تسلل صحيح لفريق حمزه. انا كنت موجود في المباراه دي، بس اسمعني، انا كنت موجود الحكم الجزائري محمد حمزه. ايوه انا كنت موجود اهو. واعتمد على قرار مساعده في التسلل وتغاضى حينها عن ايقاف العنف الغالي الذي مارسه لعيب الاشانتي ضد نجوم النادي الاهلي. اشهد انت بقى. ايوه ده اوفسايد ب5 متر واتحسبت واتحسب جون وخسرنا البطوله هناك فيها، ومش خسرنا البطوله بس، ده احنا اتضربنا والحكم كمان اتضرب. طيب عام 87/2 خسر الاهلي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا بثنائيه نظيفه امام افريكا سبورت منها هدف ثم ضرب فيها الكابتن احمد شوبير بشكل فج وصريح. أيوة. ولم يحتسب الحكم اي شيء في الساحه في كل في كود في اسك في افريكا سبورت. ايوه والحكم قعد بتاع 3 دقايق وبعد كده راح مصفي شوبير الدور. كان نايم ضرب شوبير فيها زقه جامده واتحسب البتاع وكسبنا هنا بضربات الجزاء. السوبر الافريقي عام 94 طرد الحكم الجنوب افريقي باتروس ماتليلا مدينه محمد يوسف المدرب العام الحالي في لقطه غريبه برغم انه هو تم اعاقته من لاعب الزمالك الكابتن اشرف قاسم وهو ما تسبب في خساره الاهلي للبطوله، ومن بعدها اخذ الراي الكابتن صالح سليم قراره بعد المشاركه من البطولات الافريقية احتياجا على التحكيم غير العادل. طبعا الملهكة لقب الزمالك كان محدش يصنفني، الكابتن الاستاذ محمد اسماعيل هو اللي بعت لي مقاله قال لي ارجوك اقراه عشان الكابتن اشرف حبيبي، والله ما اعرف انه لو انا كنت خبيتها كابتن اشرف. الكاميروني رافيل ديفين الذي ادار ذهاب نهائي بطولة 2007 امام النجم الساحلي ورفض احتساب ركلة جزاء لمحمد بركات ثم قام بتوجيه انذار هو الثاني لبركات تسبب في غيابه عن مباراة الاهاب. المغربي عبد الرحيم العرجون تسبب في خسارة لقب بطولة عام 2007 بعدما ادار مباراة اهاب النهائي لدوري ابطال افريقيا امام النجم الساحلي ولم يحتسب ركلتي جزاء صحيحتين لمحمد ابو تريكا واحمد شريك اناوي وخسر الاهلي في استاد القاهرة 1-3 وخطف الفريق التونسي اللقب. 6 الغاني المرتشي جوزيف لامنتي احد ابرز الحكام المرتشين الذين ظلموا الاهلي وظلموا كثير من الفرق خلال مواجهة الترجي الشهيرة
في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا موسم 2010 والذي احتسب هدف مايكل انرامو بيده وهو الهدف الذي تسبب في وباء الاحمر للبطوله الافريقيه. 7 في دور الثمانيه من نسخه 2011 احتاج الاهلي للفوز باي نتيجه على الترجي في الجوله الاخيره من دور الثمانيه الا ان حكم المباراه السوداني خالد عبد الرحمن ومساعديه رفضوا الامر واحتسبوا هدفا من تسلل فاضح عن طريق يايا بنانا لاعب الترجي قبل ان ينجح الاحمر في التسجيل عن طريق راسية محمد ابو تريكا الا انه لم يكن كافيا لتأهل الاهلي للدور قبل النهائي. في عام 2017 تعادل الاهلي مع الوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا بعد بسبب تغاطي الحكم الاثيوبي تسيمبا عن احتساب ركلة جزاء صحيحة للمغربي وليد ازارو مهاجم فريق الاهلي وقامت الدنيا وقتها ولم تقعد. في لقاء الوداد البيضاوي المغربي باياد نهائي دوري ابطال افريقيا نسخة 2017 حرم الجنبي جسامة وليد ازارو من ركلة جزاء في بداية المباراة ووقف متفرجا على محاولات لاعب الفريق المغربي بإضاعة الوقت دون اي رد فعل منه وتحجيم لاعب الاهلي بانذارات كثيرة الى جانب عدم احتساب الوقت بدل الضائع بعد ان احتسب 3 دقائق فقط في الشوط الثاني رغم توقف المباراة اكثر من مرة وكان يستوجب الوقت اكثر من 8 دقائق على الاقل. وقدم الاهلي عرضا قويا في هذه البطولة. اخيرا في مرحلة المجموعات نسخة 2018 من خلال الجولة الأولى تسببت راية الحكم المساعد السنغالي جبريل كامارا في إلغاء هدفا صحيح لمصلحة مروان محسن مهاجم فريق النادي الأهلي بداء التسلل وذلك في مواجهة الترجي التونسي وأعتقد أن هذه الحالة يتذكرها الكابتن ياسر عبد الرؤوف. طبعا جبريل كامارا ده النهارده كان موجود من ضمن الأسيستنت بتاع الفار. وأنك إن في الإعادة التلفزيونية الهدف صحيح 100%. ده انا الاستاذ محمد صفوت صديقنا العزيز من بي ان سبورت المحترم وهو صديقي وصديق الاستاذ محمد الاستاذ حمد الحسيني معذره محمد يا صفوت انا اسف جيت اقول محمد صفوت كله ده بقول محمد اسماعيل وانت محمد صفوت سالفه اللي حبابه انا اسف الاستاذ محمد صفوت من بي ان سبورت بعت لي هذا المقال المهم اللي انا بشكره عليه. لا يا حالات كلنا عارفينها بطولات ايوه ازل من قديم الازل والفرق المصريه تحديدا بتتعرض لظلم تحكيمي وكابتن دير وكابتن عمر كانوا بيلعبوا وهم لعيبه يعني والكلام ده اكيد هم شافوه اللي احنا عايزين نقوله يعني حقيقي انا معجب جدا بكلام الكابتن محمد يوسف جدا اسلج صدري هو 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 الراجل يعني ركز في المباراه الثانيه اللي هي 9 من بعد ما ركز الباص ما خلاص انا قلت لك بقى الحاجه الثانيه ودي المهمه ان الاسلوب اللي بيتبعه كابتن محمد يوسف هو ده من ضمن اسباب نجاحات النادي الاهلي ما بيشتتش تركيز الفريق ما بيشتتش المباراه حد بعت لي بيقول لي المباراه حضرها فاروق الفيشاوي والنجم الكبير طبعا فاروق الفيشاوي ربنا يتمم له الشفاء والنجم الكبير محمد العدل والنجم الكبير احمد رزق والنجم الكبير احمد السعدني والفنان حسن عبد المجيد يعني يبدو كان تواجد كبير في برج العرب. طيب ناخد مين معانا استاذ ضياء دندش. استاذ ضياء دندش مساء الخير يا استاذ ضياء. الخير يا استاذ عبد الناصر ازيك؟ اتفضل يا استاذ ضياء. في البداية طبعا برحب بالكباتن الكبار كابتن حبيبي بقى ومحمد عمر كان مش هنحكي دلوقتي ذكريات زمان بس انا كنت في الجامعة في اسكندرية لا بعدين خلينا في المطبخ بعدين طبعا وكابتن ضياء السيد حبيبي اللي لعبت معاه 3 اشهر بس في الاهلي تحت 14 سنة ايام الكابتن عمرو ابو مجد والله انت الكسبان انك خسرت مين اللي كسبان؟ انت منا يا راجل الله يرحمه ابويا بقى المهم وبرحب بالكابتن ياسر عبد الرازق طبعا عبد الرؤوف انا اسف الحكم الدولي الكبير والاول ببارك لجمهور الاهلي وجمهور مصر نص فرحه بس طبعا وكلنا فرحانين والنتيجه معقوله الى حد كبير ومش بس مش مطمئنه احنا قلنا تليفونات للناس يا جماعه لكن الاهلي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قادر على انه يجيب جول واحد هناك يبوظ الدنيا كلها ان شاء الله ان شاء الله كرسي في الكلوب طيب ان شاء الله باذن الله انا بقى عبد الناصر النهارده بكلمك عشان اعترض على حاجه انت قلتها ما عجبتنيش اتفضل هي دي اللي خلتني اعمل مداخله بص يا عبد الناصر مصر غصب عن الكره الارضيه كلها طول عمرها هي الكبيره وهي اللي بتحضن وهي اللي بتشيل وهي اللي بتهنن وهي اللي بتطبطب وهي اللي بتحمي وهي اللي بتعمل كل
حاجه في الدنيا. خلاص النهارده مش هنفضل للاسف الشديد كل ما حاجه تحصل نقول اصل احنا واصل روف خليف يا بيه روف خليف ده ولا خليفه ولا اسمه ايه اتفرج عليه بس ماتش واحد هو واي مذيع تونسي وهم بيذيعوا ماتش ليفربول محمد صلاح. مش هقول لك بقى الاهلي اللي هو بينافس فرقه عندهم. خلاص النهارده احنا ضد كل اللي حصل دي تصرفات لا اخلاقيه ولا رياضيه ولا مهنيه ولا اعلاميه ولا اي حاجه في الدنيا. فما ينفعش عبد الناصر ان انت نطاطي للدرجات دي ان احنا الله ايه ايه ده وصلنا زعلان منه. لا لا نزعل طبعا ونقول انت غلطان وانت 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 قلت كلمه حكمه. مفيش مذيع محترم عندنا ولا معلق ولا مذيع برنامج ولا واحد من الجمهور يجرؤ انه يقول لفظ واحد من اللي هو قاله. فانا النهارده بقول له احنا مصر واحنا الاهلي احنا عظماء افريقيا واحنا عظماء الكره الارضيه. مصر دي ام الحضاره واخد بالك. مش هيجي بقى مذيع يقعد يهلفط في الكلام ويقول بتاع مش عارف ايه علشان دمهم حرور ان هم اتغلبوا ومدرب يتضرب. ده انت راجل التقرير اللي قاعد بتذيع فيه بقالك 10 دقايق وبتجيب المخالفات اللي حصلت ضد مصر وضد الاهلي على مدى عشرات السنوات اللي فاتت. لمؤاخذه كنا خدنا عليهم احكام في محكمه بتاع العدل الرياضيه اللي في الهاي. بنتكلم في ايه؟ هنقعد نقول احنا مصر احنا مصر والناس تقعد تلطش فينا وتتعب المنظر ده؟ لا انا ضد كل اي حد يتجاوز ضدنا وضد الاهلي وضد مصر وضد جمهورنا وضد مدربينا. يعني ايه لعيب يضرب مدرب بالشلول؟ ويعني ايه ده يخش يتعدى على مدير كوره في النادي الاهلي؟ ده مدير الكوره في النادي الاهلي ده بناء 30 مدير فني هناك في تونس. لازم الناس دي تعرف ان مصر هي اللي اساس الكلام ده كله. يا استاذ ضياء زي بعضه معلش والنبي وحياه ولادك وحياه ولادك عمال تخليه اعلامي كلمه معلش. لا معلش عشان المساق الاعلامي لا وانا واحنا المساق الاعلامي لا المساق الاعلامي يا فندم ما هو ده الفرق بيننا ما بين الاخر. لا 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 انا لم اتجاوز حب واحد عبد الناصر. استاذ مكرم هيتهمني بالحج. لا 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 استاذ مكرم ده استاذي ده استاذ مكرم ده استاذي انا لا اتجاوز في حرف واحد بس والنبي نهدي من النبرة. بس حبيت انا حبيت ابارك لجمهور مصر وجمهور الاهلي واقول لهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله التاسعة جاية ان شاء الله من تونس هتزغرط وترقص وتتحزم على الطيارة وهي جاية باذن الله. بشكرك سهرتكم سعيدة وبشكرك على السهرة بتاعت امبارح الاربع ساعات اللي انت عزبتنا فيه وانا وخالد كامل والله يكون في عون الكباتن بقى. متعودين متعودين شكرا جزيلا استاذ ضياء دلفش. طيب نفتح تليفونات للناس يا جماعة علشان هي طيب انا بس عايز هات لي رؤوف خليف وهو بيعلق على هدف اماراته اللي هو ده الفضيع على راي الكابتن محمد عمر. صديقي انت الذي لم تفهم معنى الحكايه. النهارده هذا البرنامج له الشرف كبرنامج مصري تعلم الاحترام والمهنيه ان احنا ندي اكتر من نصف ساعه كامله ونجادل في ضربات جزاء بنقول عليها انها غير صحيحه. ضربة الجزاء الثانية اجمعنا جميعنا انها غير صحيحة ونص ساعة بنتكلم في التيشيرت بيتقطع وبنطالب بعقوبة وليد ازارو لانه عمل لا اخلاقي وبنقول الضربة الاولى عليها اختلاف والكل اختلف عليها في العالم كله مش احنا بس. ولكن للأسف الفضيحة ان النهاردة وانا امانتي المهنية وانا شايف ايه انا رامو اهلل بهذا الشكل. لا هو عمل من بنها ايوه ما انا بس عشان خاطر انا عايز اوصل ان نحن الذين نشحن للتعصب وسوء الفهم. هات لي بس تعليق الكابتن رؤوف خليف المحترم على لعبه وليد ازارو لو سمحت اللي خلي بالك ليها وعليها برضي. يعني احنا قلنا مش ضربه جزاء احنا الاربعه لكن في ناس ثانيه هتقول انها ضربه جزاء ليها وعليها برضي لكن احنا الاربعه قلنا مش ضربه جزاء. وشرح الكابتن ياسر اتحدى برنامج تونسي يجيب واحد زي ياسر عبد الرؤوف يقول كلمه حق زي اللي احنا قلناها. لكن دي المهنيه اللي بتعلمها مصر للاخرين في مجال الرياضه. انا بتكلم عن الرياضه. انا بتكلم عن الرياضه. النهارده ضربه جزاء الاهلي الاولى لها وعليها. والكاميرا للاسف لم تكن امينه في انها تجيب كل اللقطات من جميع الجوانب. ومع ذلك الكابتن محمد عمر قال مش ضربه جزاء، الكابتن ياسر قال مش ضربه جزاء، انا قلت ضربه جزاء والكابتن ضياء قال ضربه جزاء. وجمال الشريف في قلب القناه اللي انت بتعلق عليها اختلف عليها. واختلف عليها الاستوديو. شوف الفرق بقى ما بين الاثنين، هنا ولا كاننا شايف حاجه، هل دي المهنيه من معلق شهير احبه واحترمه؟
اقول بيه على انورابو الاهلي لم يعرف اصل الحكايه وانت اللي كنت عارف اصل الحكايه. هو الاهلي فعلا في 10 مرات حرم من 10 القاب عشان ما كانش عارف معنى الحكايه. اه والله معنى الحكايه. والكابتن صالح سليم انسحب من قليل رحمه الله عليه. يعني الكلمه امانه يا جماعه، الكلمه امانه، كلمه امانه. هيفتحوا لنا التليفونات. اتفضل يا كابتن عمر. طبعا العينه بينه عشان كده طلبنا الهدف. مش فاهم هدف المسخره ده اللي جه فينا. اه يا ده فضيحه. واي فضيحه. بس ما كنتش اتمنى يعني معلق كبير وشهير زي ده انه يتجاوز بالشكل ده ويقول الكلام. الحقيقه هو مش قده، ان هو مش عادل ومش منصف الحقيقه. مش فاهم الا كان ابدا، والا كان الهدف اللي جه في النادي الاهلي بالشكل الغريب اللي احنا شفناه ده كان يبقى منطقي ويتكلم يعني، لكن للاسف يعني. طيب افتحوا لنا التليفونات واعطوا لنا كلام الكابتن طارق دياب، لان انا زي بعضه انا عايز اتناول الدنيا بشكل مختلف. نجومنا كلهم في كل قنوات التحليل العربيه بلا استثناء لا افرق، احنا في الرياضه بنشتغل رياضه. لا افرق. النهارده الكابتن وائل جمعه، شوف دماسه الخلق والادب، قال لك لا يفتى وجمال الشريف في المدينه، ده معنى كلامه. كابتن محمد ابو تريكه قبل كده لما اختلف مع جمال الشريف يعني باللغه الكوره عراه في مباراه في الدوري الانجليزي. يعني هناك اذكر هناك اختلاف، ولكن ان الكابتن طارق دياب وزير الشباب والرياضه التونسي السابق والنجم الكبير طارق دياب يعني محمود الخطيب في مصر مع فرق التشبيه. يعني محمد يوسف النهارده مدير الكره كان اذهلني بتصريحاته. تخيلوا لما كل الاعلام ينقل هذه التصريحات، هل محمد يوسف بيقول كده عشان خايف انه رايح تونس؟ لا، عشان قال لك ايه الكلمه الحكمه، الاهلي يتحمل مسؤولياته تمام، والاهلي يتواجد في المواعيد وتهدئه الامور، لانه ده الاهلي الكبير. واثنى على الاخوه، انا على فكره مش عايز ازيق اي حاجه مثيره للقلق، ولكن الدنيا مقلوبه وتوعد للاهلي بشكل رهيب، وللاسف من صحف معترفه بها وواسعه الانتشار، وكاننا لم نستفد مما حدث بعد ام درمان، وكادت الكره ان تفسد ما لم يستطيع ان يفسده الاعداء في الحروب. الاهلي كبير، ومحمد يوسف كلامه كان عقلاني وهايل. حاج محمود الادريسي، سلام عليكم عمنا واخونا صديقنا العزيز الاهلاوي المحترم محمود الادريسي، سلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا ابتدي اقول الخلوق المحترم كابتن محمد عمر، الراجل اللي انا بحبه، انا اهلاوي بس انا كنت احب اتفرج على لعبه كلاعب وكمدرب وكانسان وكأب شهيد، فربنا يبارك لك. شاكر جدا. العالمي الاهلاوي كابتن ضياء. اهلا بيك. اللي انا بحبه كلاعب كوره وكمحلل وكمدرب المنتخب، وطبعا انا بحبه عشان خاطر انا مجنون اهلي. اهلا. الكابتن ياسر، تحياتي من الاقصر وناس الاقصر، وخلي بالك مع ابن عمي وبالراحه عليه في التحليل والنبي عشان خاطر انت عارف. يعني خلينا محمود، خلينا حاج محمود وانت معايا اقول لك ان الكل متفاعل معانا. يعني الاستاذ عز الدين الكلاوي يمكن سبقنا، الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير، سقطت رؤوس خليف لا تغتفر، تحريض وليس تعليق رياضي. للاسف لم ارى في حياتي رؤوس خليف المعلق التونسي الشهير بهذا القدر من التحريض والتحيز البغيض واثاره البغض والكراهيه بين الشعوب وليس جماهير الفريقين. والله العظيم البرنامج ده لربنا، والله ما بيحركنا غير الحس والضمير. عز الدين الكلاوي في الامارات وما بيشوفهاش. عزوز. يعني وكاتب كبير ومحترم، شوف كاتب ايه؟ سقطت رؤوف خليف التي تفرق بين الشعوب. واحنا بنتكلم في ايه؟ يعني ما يعني كتب الرجل على صفحتي على الفيسبوك، للاسف اعرف
أن قنوات بين سبورت تكلف معلق من نفس الجنسية وتلزمه بالتعليق بروح مؤيدة لفريقه وبلده، ولكن الطريقة التي علق بها رؤوف خليف ستؤدي إلى جرائم وإلى تحريض يؤدي إلى كوارث ويهدد حياة لاعبي الأهلي في مباراة الإياب بتونس، وستؤدي إلى كارثة بين الشعبين في مصر وتونس بأسوأ مما حدث في كارثة مباراة مصر والجزائر في تصفيات مونديال 2010. عيب يا رؤوف، أنت سقطت ليس في نظر كل المصريين بل الجماهير التي تشجع كرة القدم، والله يستر مما قمت به من تحريض وإثارة للفتنة ودعوة ودعوة للشغب والعداوة والكراهية. أين المسؤولين في بي إن سبورت؟ أنا اللي بقول الجملة الأخيرة، عندما يكتب كاتب وزن عز الدين الكلاوي لازم نقف، من عز الدين الكلاوي كاتب كبير وكبير جدا ومهم، ولا يكتب إلا في الأوقات المهمة. تفضل يا محمود. عبد ناصر تفضل. أنا بس يعني عندك الخبراء المحترمين إخواتي الكبار، مصر كبيرة، أنا أشوف أهلاوي مش مجنون، لا كل مصر تعرف محمود إدريس أهلاوي أهلاوي اللي هو معدودين في العالم الجنان إن أنا أهلي يعني. بس أنا هقول لك حاجة من خلال برنامجك المحترم والسهرة الجميلة دي، بطالب الكابتن خلوق محمد عمر الكابتن ضياء الكابتن ياسر أنا مش خلوق تبسوا رسالة اطمئنينة، والله كابتن ضياء بسوا رسالة اطمئنينة كده لجمهور الأهلي عشان خاطر الناس. أنا واحد من الناس، أنا بفكر أروح ماتش تونس على الفيس دلوقتي، المدرب بيقول احمونا عشان خاطر احتمال تقوم حرب. مش حقيقي الكلام ده، خلينا خبر والنبي محمود الكابتن محمد يوسف خبر مخصوص، هو اتكلم مع المستر كارديرون المدير الفني للاهلي، والراجل قال له انا اتكلمت عن واقعه الضرب بالشلوت، ولكن ما عدا ذلك عاري تماما من الصحه، والكابتن محمد يوسف اكد على ان ما بين مصر وتونس اكبر من هذا الهراء، وما بين الاهلي والترجي اكبر من هذا الغل والحقد الدفين لدى البعض. ما ده الكلام اللي انا حضرتك بقوله، بطالب من الكابتن محمد عمر والكابتن ضياء والكابتن ياسر من خلال برنامجك ان لا المصريين يروحوا وهيتقابلوا بكل رحب وسعادة من اخواتهم التونسيين، ومنديش فرصة للدخلاء والناس اللي هي بتعمل كده شوية فرقعة، لا مصر وتونس كيان واحد، احنا عرب اخوه، وان شاء الله الماتش يبقى صورة كويسة، واللي هيكسب المغلوب يقول له مبروك، وطبعا المغلوب يقول له هارد لك. فطبعا انا بقول من خلال برنامجك والدقائق اللي باقيه يا كابتن عبد الناصر عشان خاطر الناس تبقى في اطمئنان، لا احنا رايحين هنلعب الماتش ان شاء الله، الجمهور هيلاقي الترحاب المطلوب، والفريق هيتعامل احسن معاملة زي ما احنا عملناهم هنا في القاهرة، وان شاء الله مصر كبيرة، ومصر كبيرة كبيرة كبيرة، محدش مش هنقول يا طريقي ناحيتنا، لا احنا اللي بنقول للناس اهلا وسهلا بيكم. فانا بقول مش كجمهور اهلي، لا انا بقول كمصر، لا الماتش ان شاء الله شكرا. التسعة هيكون ماتش جميل، الغالب هيبقى مبروك والمغلوب هارد لك، وان شاء الله مش هيبقى فيه اي حاجة كده ان شاء الله. صفو مصر والتوانسة، وتحياتي للكابتن محمد عمر كابتن ضياء والكابتن ياسر، وتحية مصر. شكرا جزيلا. الاعلامي الصديق احمد الايدي، اخي الاعلام المحترم عبد الناصر زيدان، انت من الاعلاميين الذين دائما يدعو الى الهدوء والاحترام، وتنتمي الى هذه المدرسه. كفانا التجربه المريره التي فرضت علينا جميعا ابان ماتش الجزائر نتيجه لاعلام رياضي وقتها كان السبب الرئيسي في هذه الحريقه، اخيك احمد الايدي، وده اللي احنا طول الحلقه بنؤكد عليه الهدوء، وبنثني على كلام محمد يوسف، ولكن احنا نثبت ان ده هو اللي هيعمل ده وهو اللي هيودينا المساوئ. على كده بنقول مصر كبيرة وتونس ومصر اكبر من مباراة كرة قدم يا صديقي، نحن ابدا لا ندعو الا للهدوء. تحياتي لكم لجميع الضيوف. ازارو بيشرح اللي حصل لحد وبيوضح له المسك، بيقول انه فعلا اتمسك الاستاذ احمد عبد الملك
صديقنا العزيز. طيب ايضا في بعض الصور بعتها لك يا استاذ خالد، صور فوتوغرافيه بتوضح ان كان في مسك الوليد ازارو، ربما تكون اوضح من اهو قدامنا. شيل الاستنابه كده، دي بعض الصور ان بعض الناس بعتتها لنا. يا جماعه شوفوا عشان تعرفوا مدى احترام الاستوديو ده، ما فيش وجهه نظر بعتت لنا صوره ما زعلهاش ولا بص اهو كل حاجه قدامك يا كابتن عمر، يعني كل وجهات النظر احنا مش بتوع وجهه نظر واحده، في صور تاني كمان يا استاذ خالد. في اللي هي الاولانيه ايده على فخده بيقول لك يا كابتن ياسر الصوره الفوتوغراف موضحه، وانا قلت ان حتى الكابتن اللي بعت لي قلت له الكابتن ياسر ياخذ بالصوره وليس بالفوتوغراف. لان دي الصوره كابتن وليد سماكه وكيل اللاعبين، تحياتي ليك ولكل ضيوفك الكرام. مطروي صديق بيمس عليكم، كمان رسائل كتيره جدا من كل الناس. كمان يا خالد والنبي ما تنساش صور الكواليس بتاعتنا واحنا بنتفرج على الماتش قبل ما يقفل. كابتن زيدان ابو اسماعيل بيقول ضربه الجزاء الاولى صحيحه 100% يا كابتن عبد الناصر، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه، وهذه الروح اللي احنا عايزينها. مين معايا يا جماعه؟ سعيد من القاهره، استاذ سعيد السلام عليكم. مساء الخير استاذ عبد الناصر. اهلا بيكم بسرعه، كان عندي تليفونات كثيره. يا بس قلنا حضرتك كده ضربه الجزاء من حضرتك. ان بتدعي ان المهم ضربتين جزاء حضرتك طيب مع الحكم المحترم طق ان رجل الشمال وليد ازارو مرفوضه عن قرار حارس الصوت مش واضح، يعني بيؤكد الاخ سعيد ان ضربتين الجزاء ضربتين جزاء صحيحتين، وجهات نظر، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. محمد علي من الاقصر، عم محمد السلام عليكم. السلام عليكم. ازي حضرتك يا عم محمد؟ اتفضل. تحياتي لضيوفك الكرام وابو الشهيد. الله يخليك يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. يا استاذ عبد الناصر الضربتين غير صحيحين. اوكي. اول حاجه ارتزعت ضربه جزاء ومراه صح؟ قبل ماتش الاياب يا كابتن بقى كنت زحت برضه ضربه جزاء محمد فضل، لما قصده جون محمد فضل اللي بايده. في ماتش ايه؟ محمد فضل برضه جاب جون بايده قبل الماتش ده. في ايه؟ ماتش ايه؟ نفسه بتاع الترجي الاياب. اللي رامي ده الاياب اللي هو اللي رامي حط الجون بايده، كان قبل ماتش العوده محمد فضل. خلي بالك يا محمد يا علي، احنا ما قلناش ان الاهلي نبي. احنا بنقول ان كل الناس بتستفيد من راجل واحد. لا لا، اصل احنا مش بصدد ان احنا نثبت ان الاهلي، لا بس عشان تعرف سياق الحوار، احنا بنقول ان الاهلي الترجي استفاد من الاخطاء والاهلي حرم باخطاء، لكن الاهلي استفاد من اخطاء في بطولات كتير جدا. الاهلي اكثر نادي بيستفاد من الاخطاء يا استاذ عبد الناصر. ماشي، بس من غير ما نتكلم عن حاجه. ماتش الصفاقسي التونس اللي محمد والنبي لو سمحت يا محمد، مش عايزين نتكلم بمفهوم انك انت زملكاوي كاره الاهلي. انا برضه لا لا لا، احنا دلوقتي كلنا مصريين. لا لا، احنا بنتفرج، احنا بنتفرج عليه. وانت قلت ان دول مش ضرب الجزاء يا محمد، احنا بيتفرج علينا ملايين، ما ينفعش نعمل كده ببعض عشان انت زملكاوي مش عايز الاهلي يفوز بالبطوله. انا يعني ارجوكم يا ريت نرقى ونسمع يا محمد يا علي بالحوار. انت معروف مع عارف محمد علي زملكاوي. عشان كده هيقعد يسطر لي بقى من اول سنه 48 ويقول لي الكابتن انا مالي، انا مش اهلاوي ولا زملكاوي، ولكن احنا ما هو ده الغباء اللي احنا بنقع فيه وغيرنا يقعد يتفرج علينا. ضربه جزاء انو رامو ما فيش استوديو تحليل في تونس اتكلم عنها. لا لا، ما حدش اتكلم عنها، ما هو ما شافها رؤوف. لا هو فهم ده ما قالش حاجه يا كابتن، هو محمد علي فهم حواري غلط. طبعا ان انا بتكلم احنا ما بنسكتش الكلام. لا لا لا، نستفاد من غلطتك قبل كده برضه. احنا مش بندافع عن الاهلي، احنا بنقول يا ترجي اذا كان الاهلي استفاد النهارده حرم 10 مرات، لكن الاهلي استفاد 200 مره يا عم. الكابتن ياسر بيقول الاخطاء لك وعليك، لكن ما نعملش مندب عشان الناس تموت ونعمل هذا التعصب بين الشعوب. ده الرد على رؤوف خليفي، بنورينه ان الاهلي كذا واستفاد وما استفادش. احنا بنرد لكي ندعو للهدوء. عيب ناس باسامينا، يعني عيب احنا في الاستوديو احنا الاربعه،
ندعو الى التعصب. وبنقول عيب ان طارق دياب ورؤوف خليف يدعو الى التعصب، وجريدة زي الشروق التونسية والصباح التونسية بنقول لهم مصر وتونس اكبر من اللي انتوا عملتوه. انا هسمعكم طارق دياب دلوقتي. احساس الجمهور يا جماعة، الجمهور التونسي شرس زي الجمهور الاهلاوي زي الجمهور الزملكاوي، لا يقبل احساسه بالاضطهاد والظلم، وده بيترتب عليه حاجات كارثية. عشان كده دايما بنقول يا سعد الناصر احنا نحط الاخطاء في بروازها او اطارها السليم. برافو عليك. نبدا دايما نقول ان الاخطاء وارده، نبدا دايما نقول ان التحكيم ليه وعليه، نبدا نقول النهارده انت بتتدرب التحكيم بكره هتستفيد بالتحكيم، هو ده اللي احنا دايما بنتكلم فيه. وان برده قصه التشكيك في الحكم اي مكان الحكم، عربي افريقي مصري اجنبي، وده اللي انت دايما انا اتكلم انتقد قرارات اهلا وسهلا، انما تحولها لمسائل تانية اي ما كانت هي ايه مرفوض تماما. وبصراحة الكابتن ياسر في الحتة دي دايما بعيدا. طب انا الان اهو يلا كورة ينشر، كشف مصدر انفراد يلا كورة، الحكم الاثيوبي بملاك تسيما يدير نهائي الابطال برادس بين الترجي والاهلي بعد اعتذار بكاري جسامة على مسؤولية يلا كورة. يعني اعتقد ان ده احنا كنا متوقعين، واعتقد برضه ان ده توقع، لان تم الاعلان عن الطقم بتاع مهدي عبيد متاخر جدا، وفي نفس الوقت برضه اكيد ان هم هيعلنوا عن الطقم الثاني اللي هو هيلعب ماتش تونس برضه هيكون متاخر مش هيكون بدري، فمن هنا لغايه المباراه هيبقى فيه اجتهادات كتير. طيب ولكن الترشيحات دي وارده. بس هو في المجمل حكام افريقيا اتعادل افريقيا قدامها مشكله. ببعت لنا الكابتن طارق دياب لو سمحت، واحنا بنقرب كده خلينا نعلن ان اشتركوا معانا في المسابقه بتاعت التوقع اللي توقع 3-1 26-1 26-1 ابدا. الكابتن محمد عمر بس بما انه نقول عنكم كم جايزه؟ عفوا. واحده بس؟ ده لحظه، واحد بس اللي هيفوز، واحد بس مش طب عادي يا عم، انت تشيلتين وخليهم ثلاثة. لا المرة دي لو قلت لي كنت جبت لك. ماشي، احنا لسه هنسلم اعلن دلوقتي ان الكابتن ضياء اتبرع بكمان تيشيرت. ماشي تمام؟ يبقى كده هناخد الأول والثاني. بس هعمل لكم فكرة بقى. تيشيرت الأهلي. طبعا الأهلي. بعد إذنكم هندي، طب أستأذنك في حاجة. ندي الثلاثة الأوائل. ماشي. والتوقيع وليد سليمان على الثلاثة. وانت عليك التشيرت، وانا عليك التيشيرت، واحنا جايبهم من جوه النادي. اخدهم من يوسف واخلي وليد يوقع عليهم. تمام كده، او الفرقه كلها لو هم عايزين. لا احنا وليد سليمان النجم الستار صاحب الهدفين. ماشي يا جماعه، ثلاث تيشيرتات بتوقيع وليد سليمان للثلاثه الاوائل، بعد ما كان واحد بقيوا ثلاثه، اكراما للكابتن عمر والكابتن ضياء والكابتن ياسر. انا زودتهم لك ثلاثه، انا اللي هدفعهم الثلاثه ده. ما تدفعش، انا هجيبهم لك انا من جوه النادي الاهلي ان شاء الله. لا لا الكابتن تدفع ايه؟ طب ما تخليهم اربعه. طب ماشي، اقول 26 الاول. طب الكابتن عمر بما صدق ان هو النجم على الناس دي. لا هو الكابتن عمر اختارهم كلهم. النجم على الناس دي طبعا. طبعا كابتن. طبعا بحكم السن يا استاذ. هي لقطه على العيالها ولا ايه؟ شرف لينا ان الكابتن محمد عمر كابتننا. يا بيه لقطه ما تكونش عيالها يا بيه. ده الشرف ليه. طب ليه ما نسأله حاجة؟ خلاص هو بيوعنا منه خلاص. هو بيصحصحنا. عامة بص، الكابتن عمر واحدة والكابتن ياسر واحدة والكابتن ضياء واحدة. بس بقى لحظه يا كابتن، نسمي ال 26 تكريما ليهم. واحد جمال عبده اهو هنطلع لكم بالاسماء تكريما ليكم عشان الناس تعرف مدى الشفافيه في كره بلدنا. جمال عبده اهو اهو. اثنين عبد العزيز علي زيزو. ثلاثه وليد مصطفى. اربعه دكتور احمد الماجد. خمسه محمد داو. ستة أحمد السيد عثمان. سبعة أبو إلهام. ثمانية محمد سعيد. تسعة بيتر جورج. عشرة حسام نور. 11 أحمد صبحي. 12 أحمد الحلو. 13 محمود تاج. 14 مهند لشين. 15 إسلام المحقق. 16 ماهر هشام. 17 محمود إمام.
18 احمد ابراهيم علي، 19 رمضان المصري ولا واحده، 20 حليم وليمو، 21 احمد علي. احنا فعلا احنا فقارة ولا واحده تقول بحث ده. 22 احمد سلامة، 23 احمد العوضي، 24 احمد جامع، 25 مصلاح، 26 محمد علي علي. دول ال 26 اللي قالوا 3-1، ودول ال 26 اللي قالوا 3-1 تكريما من ال 26 نزلنا صورهم عشان الشفافيه بس. كابتن نمره واحد، ما كنا خدنا نبذة والمرة ده 26 مش 160 مش هتفرق لسه الوقت بدري. ها اقول اسمه؟ ده ايوه اقول اسمه، الاسم والرقم يا كابتن. ابو النبي الكاميرا مع الكابتن عمر. ده رقم 4 دكتور احمد الماجيك. دكتور احمد الماجيك رقم 4. اسم عارفه يجيبوه ولا ايه؟ هيجيبوه اهو. احمد الماجيك، مبروك يا احمد تيشيرت. مبروك يا صاحبي. تيشيرت توقيع وليد سليمان. تواصل معانا لو سمحت على الصفحه، ابعت لنا رسائل على الخاص بتليفون برقم موبايلك. طيب كابتن ضياء. هات يا سيدي. عايز تروح كابتن؟ الله يسلمك. فاهم؟ لا. هو كل لسه في ماتشات دوري؟ لا. لا والله. حليم وليمو. وليمو حليم وليمو. حليم وليمو ايه حليم وليمو؟ رقم كام؟ رقم 20. رقم 20 حليم وليمو. والله العظيم حليم وليمو ده اللي كسب معانا برشلونه يا ابن المحظوظه. هتاخد تيشيرت برشلونه وتيشيرت الاهلي مننا. انت بتنتهزنا كابتن ياسر. حليم وليمو برضو. والدكتور احمد الماجيك 24، نمره 4 ونمره 20. حليم وليمو 20 والدكتور احمد الماجيك 4. يلا كابتن ياسر. 21 استاذ احمد علي. استاذ احمد علي 21. احمد علي 21. اهو قدامكم. فين قدام؟ ما هو ده يجي صفحته كده. ايوه بس. ده يجي صفحته كده. طب ما تقولش اهو قدام. لا هو في المربع الصغير اهو. يا جماعه ابعتوا لنا على الخاص تليفوناتكم. الاستاذ احمد علي والدكتور احمد الماجيك والاخ حليم وليمو. طب جاهز معانا طارق دياب؟ طب نسمع طارق دياب عشان تعرفوا. سامع كريم بقى؟ لا 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 اصل خلي بالك لازم نقول ان احنا اكبر من هذه الدعوات للتعصب والعنصريه. خلي بالك اصل طارق ده مستفز. خلينا طبعا انا يعني في جميع الاحوال الله يكون في عون الكابتن وائل جمعه، لان كل الناس بتقول ما ردش ليه. لازم يرد. يعني انا ضد. لا لازم يرد قراءة. وائل كان لازم يرد. يعني الاهلي كبير، الاهلي بيفوز بدراعه، الاهلي نادي عريق، نادي القرن غصب عن اي حد. الاهلي ما ينفعك انك انت حد يتكلم ويقول لك حكم اشاره مرور وانت بتتفرج. له علي استفاد على مدار تاريخه بالتحكيم واضر على مدار تاريخه بالتحكيم، لكن ما ينفعك ابدا انك انت تقول حكم اشارجي وافسد المباراه ولولا ما كان الاهلي فاز. لا وقال حاجه غريبه كمان. طيب الحكم اقوى من الفار. قال حكم اخو من ده. قال حكم هو صاحب القرار. ما هي دي حقيقه. هو صاحب القرار عشان كده كان وائل لازم يقول. كان لازم. طيب نسمع المدير الفني عشان تعرفوا احنا النهارده متزنين جدا جدا، لان حتى كلام المدير الفني للفريق الترجي كلام خارج نطاق الخدمه يعني بصراحه. اتفضل. على ادائك النهارده، اداء فريق نادي الترجي، تقييمك ايه للمباراه واسباب الهزيمه ايه؟ وشايف جماهير النادي الاهلي النهارده كانت سبورت كبير جدا للنادي الاهلي في هذا اللقاء. لا ده شوط تلعب في مصر، ان شاء الله فما شوط ثاني في تونس. لا ما تاخدنيش كده بسرعه، يعني شايف النهارده رابع جهاز فني يقود الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، انت المدرب المدير الفني الرابع التونسي يقود الترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، شايف المأموريه ازاي؟ شايف المسؤوليه ازاي؟ انا بصراحه دول الهدف اللي سجلناه يكون عنده وزن المباراة العودة.
بالرغم شفت احنا فرحانين بيكم و عندكم جدا اقسم بالله فرحان. لا والله فرحانين بيكم جدا. فرحتوا بينا قبل المباراة، خليتونا 25 دقيقة برا الملعب. الامن يحب يفتش الحافلة ويفتش هذا معقول. 2012 الاهلي جاي لتونس فاز وباركنا له وهز الكاس ومشى، ومن غدوة الرئيس التونسي استقبل الاهلي وهناه موسم. احنا خلونا 25 دقيقة برا الملعب. اصابات وغيابات في مباراه العوده تعليق على هذا عندك تعليق كشري؟ انا الحقيقه لك لضيف الاستوديو عندك غيابات عليها لغيابات اي الغيابات اللي تحكي عليها كانت موجهه. هذا لازم ياخذ سفره ياخذها باش ما يكونش موجود في تونس. ثاني لازم ياخذ سفره وما يكونش موجود في تونس. على كل نتعاملوا مع الظروف. الامور صعبه في رادس كاوا؟ لا صعبه اعتقد يعني الكل مع تأمين الحافلات. حضرتك امال انت عايز ايه؟ مش الراجل بيأمنك؟ ده مديريه امن اسكندريه النهارده عملت كرنفال وعرس. انا بس ليه تعمدت يا جماعه؟ انا اسف ان انا جبت الحاجات دي ارد عليها حتى لا يزيف احد الحقائق في اي جريده ولا موقع اخر. ولسه في تفجير كان عندهم في تونس من كام يوم اللي فجرت نفسها. وعندنا كان تفجير واحنا النهارده عندنا تفجير. لا بتكلم قصدي في تونس عنده كان فوق يعني قصدي التامين ده تامين ناصر التامين وهو هو وتامين ليه هو مش احنا بنعمل ده متعمد عشان نعمل الاهلي مباراه يعني بناخد بطولات من امتى؟ مش متعمد يعطل الخصوم ولا يعطل القصه. حركه واحد خسران وهو كان اعتقد المدرب العام او مدرب درجة تانية وبالتالي ما بيبرر يعني. طيب هاني الهواري مساء الخير يا استاذ هاني. مساء الخير يا نجم. ازاي الحال يا حبيبي يا ابن عمي؟ اخبارك يا ابن عمي؟ الله يخليك يا عم هاني. واخبار جده؟ والله كل سنه عندك انت في مصر. ايه اخبار الماتش النهارده عاجبك؟ طبعا الاهلي مش عاجبني فنيا ولكن لهو عليه التحكيم لهو عليه. يعني عند الزمالك يبقى التحكيم يبقى وحش وعند الاهلي يبقى تمام؟ الكل بيستفيد وبيضر، الكل يستفيد ويضر. الزمالك علاقته بالماتش وبعد كده بتعايزين ندخل الزمالك طرف يا عم هاني علشان خاطر الزمالك ما كانش بيلعب. لو ان الزمالك بدل الاهلي كنا سندافع عنه وبنفس الوتيره وبنفس القوه. المهم انت ربنا يديك الصحه وكل سنه وانتم طيبين. ربنا يخليك. توقعاتك ايه للمباراه الجايه؟ لا ما تجيبوا هاني يا جماعه، انا عارفه نفسه الاهلي يتغلب. والله انا حاسس بيه. انا مصري يا كابتن، انا مصري يا كابتن في مصر. طب توقعاتك ايه للماتش اللي جاي؟ ان شاء الله الاهلي يفوز. بنفس ولا من غير نفس؟ يا عم قالها الراجل بقى مش الراجل قالها. لا هاني زملكاوي اصيل. ماشي انا زملكاوي عطيت بابا انا مولود زملكاوي مع اني ربنا بس انا مصري وعايز الاهلي يفوز. والله انت راجل محترم. هو دي هي دي الروح اللي احنا عايزينها. شكرا يا استاذ عبد الله. ربنا يخليك يا حبيبي. مين معانا يا جماعه؟ جهزتوا ال في صورة لشريف إكرامي يا جماعة حلوة جدا بعتها لكم اللي هي ووليد سليمان بيلعب ضربة الجزاء وهو قاعد بيدعي وبيقول يا رب. جاهزة عندكم يا جماعة؟ عم مليجي حنكم مساء الفل يا عم مليجي. يا صباح الفل. صباح الفل يا عم مليجي. ازاي الحال عملية؟ كابتن مصر كابتن محمد عمر مسهرين. لا يا حاج تعودنا خلاص. اهلا بيك الله يخليك. ازيك يا كابتن بيه؟ يا عم مليجي منور. ازيك يا الفل يا كابتن بيه؟ منور يا عم مليجي. ازيك يا الفل يا كابتن ياسر؟ مساء الفل يا حاج مليجي. وعندي سؤال ليك في اخر الحلقه في اخر المكالمه. انت لسه هتتكلم هي دقيقه يا عم مليجي بسرعه كان عندي تليفونات كثيره. اولا يا سيد عبد اتفضل. عايز اقول مبروك للنادي الاهلي الهدفين من ضربتين جزاء. الهدف بتاع عمرو السليم التسلل كسبنا 3-1 من السيد عبد الله وكابتن بيا. لا هو بيتريق. في لعيب دولي قال انا اتحسب لي ضربات الجزاء
من سنه 80 لسنه 85 ما كانش فيه ضربه جزاء صحيحه. واحد تاني قال الحكم كان بيجيلي وانا جاي اغسل الجزاء يقول لي اوعى عشان احسب لك ضربه جزاء. بقول للحاكمين المشاركين خليكم في بلديكم. كابتن ياسر اتفضل. كابتن ياسر اتفضل زميلي. يوم السبت السؤال ده عليك يا كابتن عبد الناصر. يلا يا عم بيجي عشان عندنا تليفونات كتيرة. حاضر. يوم السبت 31/12/2011 كان في أربع رياضيين مصريين لو دخلوا المسابقة أسرع راجل في العالم كانوا كسبوها. مين هما كابتن ياسر؟ أقول لك أنا أسمائهم. أول واحد ياسر عبد الرؤوف. اثنين سامح مصطفى. ثلاثة إبراهيم شعراوي. إبراهيم شعراوي ومحمد كراوي. لو دخل انسان الجري يا استاذ عبد الناصر كانوا خدوا بطولة العالم. اكمل لك انا يا استاذ مليجي. اكمل لك انا ماتش الاهلي والمحله. ايوه برافو عليك. كده بالظبط كده صح؟ كده يبقى اكمل بقى. رد بس عليا يا استاذ مليجي. لا كلامك صح يا كابتن. هتجيب لي التيشيرت امتى؟ الكابتن بيلعب جنونه. شكرا يا عم مليجي. مين من ناجي حمادي يا جماعه؟ محمود من ناجي حمادي. عم محمود سلام عليكم. الف مبروك للنادي الاهلي. وانا لو تفتكرنا يا استاذ عبد الناصر ساعه مكان ابو الشهيد عندما كنت نفسي اقول قصيده ام الشهيد والوقت ساعتها خلص فبص دلوقتي تسمح لي ان اقول لا يوم الاثنين عشان احنا في الماتش دلوقتي وخلينا مركزين في الماتش عشان ما نطلعش بره المباراه. بشكرك جزيلا. ويوم الاثنين خدوا منه التليفون قبل ما يقفل واكلمه يوم الاثنين وعد شرف والله يعني لا اقول كلمه الا وانفذها ان شاء الله باذن الله تعالى. دي الصوره يا جماعه. شريف اكرامي شايف لحظه لعب بضربه الجزاء بتاعه الهدف الثالث. شايف شريف؟ سد الكاميرا. شريف كابتن وكابتن النادي الاهلي وعارف قيمه المباراة دي او المباراة التانية كمان وبالتالي هو اكيد عامل كبير مساند لزملاته وحاجة غريبة عن شريف يعني. طيب خلينا قبل ما نختم كده سريعا كابتن محمد عمر كابتن ضياء السيد كابتن ياسر عبد الرؤوف على كان دايما انا بحافظ على فورمات البرنامج مع كل الناس عشان ارضي كل الطبقات سريعا كده. ده كان كل تحليلنا عن مباراه الاهلي على مدار اربع ساعات ولكن خلينا في ربع ساعه كفايه تليفونات يا خالد شيل الاستجابه لو سمحت عشان هناخد ربع ساعه بالظبط. الاتحاد بيراميدز الجمعه كانت مباراه مهمه ويبدو ان حسام حسن وبيراميدز سيكونوا غير. بعتقد انه لما يبقى اول مباراه من خلال اربع ايام الجهاز لسه ماسك وحقق نتيجه عريضه بشكل كبير جدا واداء الى حد ما سيطره كامله على المباراه بعتقد ان دي حاجه ايجابيه وحاجه ايجابيه لحسام وجهازه وبتحط بيراميدز على التراك بيدخل دلوقتي 19 نقطه بيطلع لقدام. الاتحاد كان حالته سيئه كان حالته يعني كان معظم لعيبته مش معظم تقريبا كل لعيبته بره اليوم ده تقريبا ما كانش ليه وجود لا على المستوى الدفاعي ولا على المستوى الهجومي كانت في حاله غريبه مر بيها الاتحاد فكان بيراميدز يستحق انه يكسب عن جداره يعني. طيب سريعا كابتن محمد عمر النتيجه تقيله ولا طبيعيه؟ لا هي نتيجه تقيله شكلا وطبيعيه موضوعا حسب الاداء اللي احنا شفناه النهارده الحقيقه. بيراميدز استحق المكسب. نادي الاتحاد كل اللعيبه كانت خارج الخدمه الحقيقه وفوز مستحق يعني وان كان يعني انا شايف يعني نادي الاتحاد لو كان بيلعب بنص مجهوده اللي احنا عارفينه كانتش النتيجه بقت كده خالص وكان سهل جدا بس ده طبيعي بعد اداء عالي جدا قدام الزمالك ده الطوابع بقى ولا الطوابع العربيه زياده والمباراه ممكن يكون في انا سمعت وليد صلاح الدين بعد المباراه اتكلم على حاجتين اتكلم على امكانيات فرق امكانيات بين اللعيبه وبعض واتكلم على اجهاد ودي اللي كانت حاجه غريبه شويه اجهاد ايه؟ احنا من ماتش الزمالك دلوقتي اسبوع عارفين الاجهاد ده يعني
معسكر اسبوع قبل يومين قبل المباراه، وبالتالي اللعيبه كانت مستريحه يعني. فهي المباراه وعدت، وده بيحصل الحقيقه مع بعض الفرق يعني، بيحصل فرق كلها بتبقاش في حالتها. اعتقد ده مش هيدوم ان شاء الله يعني. طيب اخبار الاتحاد سريعا بعد الهزيمه من بيراميدز بثلاثيه، كابتن حلمي طولان قال الاجهاد سبب الاداء السيء امام بيراميدز، وغياب محمد ناصف للاصابه له تاثير كبير على الفريق. كابتن حلمي ايضا قال بيراميدز فريق قوي وهناك فارق كبير في الامكانيات. كابتن حلمي قال مضطرين للبقاء في القاهره حتى موعد مباراه مصر المقصه. دي تصريحات الكابتن حلمي بعد المباراه. كمان الكابتن حسام حسن عبر عن رضاه ولكن قال انتظروا المزيد. اعتقد ان بيراميدز مع الكبير العميد حسام حسن وابراهيم حسن والجهاز الفني سيكون طموحه اعلى من المربع الذهبي، وهذا مشروع في ظل وجود الامكانيات. وان كنت بقول ان الموسيقار تركي آل الشيخ لما اتكلم معاهم لم يضغطهم، وده ذكاء اداره طبعا. يعني حتى الان لم يلتقيهم، طبعا هيلتقيهم لما يرجع للقاهره، ولكن انا شايف انه ذكي جدا. يا بيه حسام وابراهيم مضغوطين من لا عايز اقول لك، بس كاداره اذكى جدا عندما تحدثوا ان احنا عايزين المربع الذهبي، وكمان وقالوا له ايه دون اي ضغوط على اللاعبين، ده بيعمل ارتياحيه. لا الضغوط ما بيضغطوش على اللعيبه، ما بيضغطوش على الجهاز، وما بيضغطوش على المنافسين. خد بالك كمان المنافسين بتضغط عليها، فبتبقى داخل تحدي كل المباريات في ماتش بيراميدز على طول تعدي، بيتعامل معاه كانه بيلعب الاهلي والزمالك، بيتعامل معاه كانه بيلعب الاهلي والزمالك. خلاص بقى مصنفين. بالظبط. طيب كمان كابتن عمر سموحه كان متقدما بهدفين والكل ظن انها مباراه باسكور كبير او على الاقل الثلاث نقط لسموحه، الا ان الانتاج عاد من بعيد وانتهت المباراه 2-2. هي كانت مباراه في البدايه سهله قوي على نادي سموحه، وتقدم بهدفين الحقيقه، لكن يعني فرقه الانتاج الحقيقه والكابتن مختار وتبديلاته خاصه جيمس تيبي قلب الموازين وادى شوط تاني رائع جدا، رغم ان الحقيقه كانت النتيجه 2-0 وانفراد كامل اسمه شيلونجو حطها في القائم، اتردت ضربه جزاء للانتاج بس 3-0 بقت الكور زي دي المدربين هنا بتتعاقب فيه. ما انا بقول لك للاسف يعني، لكن هو الانتاج الشوط الثاني يستحق التعادل. انا في وجهه نظري النتيجه عادله بالقياس لما شفناه في المباراه. سموحه بعد المباراه زي ما قال الاعلام فرط في الاحتفاظ بالمركز الثالث بعد تعادله مع الانتاج الحربي، وعلي ماهر حزين على التعادل خاصه وان الفريق كان الاقرب للفوز. كمان الكابتن علي ماهر صرح وقال واجهنا فريق قوي وتحت قياده فنيه محترمه للمخضرم مختار مختار، وقال لن نفرط في المربع الذهبي والوقت ما زال مبكرا. اما الكابتن مختار مختار فعبر عن سعادته الكبيره للعوده بنقطه بعد ان كان فاقد كل شيء ومتاخر بهدفين، ده اسمه التعادل اللي بطعم الفوز. طيب كابتن ضياء الداخليه وال طلائع الجيش 2-1 للداخليه، وما زلت احس بملل مع مباريات طلائع الجيش على الرغم ان حلمي بتاع المدرسه الجميله. هي بتنقسم لشوطين، الشوط الاولاني كان طلائع الجيش مسيطر وبصراحه ضيعوا جوان كتيره منها رعونه ومنها باد لك عدم توفيق بشكل كبير جدا. الداخليه ما كانش تقريبا كان عنده غلطات كتيره جدا الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني حصل تعديل على عبد العال وحصل توازن بشكل كبير جدا، قدر انه يسجل هدفين عن طريق المخضرم باولو ومحمود تقريبا مش فاكر اسم مخلوف مخلوف محمد مخلوف وحسام باولو وباولو ومصطفى محمد للطلاع بس كان خلاص الداخليه اول ما الداخليه يجيب جول في الثاني في ملعبه بتبقى العوده لاي فرقه تانية بتبقى صعبه جدا. فهو مكسب مستحق. الكابتن علاء عبد العال بيعرف ازاي يجمع نقاط وما زلت مصمم انه مدرب قدير. ده الجول الثاني. ما زلت اصمم ان الكابتن علاء عبد العال مدرب قدير
ويستطيع أن يجمع نقاط وعنده من الخبرات في الدوري المصري ما تجعله يعني يكون في أمان. الجونة وإنبي 1-1. أحمد سعيد أوكا وأحمد فتحي يا كابتن عمر. أنا اتفرجت على المباراة الحقيقة، بداية قوية جدا للجونة، سيطروا على مجريات الأمور في أول ربع ساعة وثلث ساعة وجابوا هدف في كورتين في القائم وفي العرضة، كان في ملعبهم على فكرة وتغيرت الأرضية وبقيت الدنيا حلوة جدا. شايف الملعب التصوير كان وحش قوي، كان بكاميرا واحدة شكله كان سيء جدا، ولكن تغيير أرضية الملعب يحسب للإدارة. كان الملعب كله الملعب كله بقى حاجة جميلة جدا جدا جدا، والمدرجات ظهرت لأول مرة، عمل تراك حاجة تحفة يعني. بعد كده انبي الحقيقه عدل من نفسه وبدا يسيطر وجاب هدف التعادل احمد فتحي. والشوط الثاني يمكن كان انبي اقرب نسبيا مع نهايه الشوط، سيطر ثاني الجونه، لكن هو في النهايه انا شايف ان التعادل عادل بين الفريقين يعني. طيب اخبار النادي الاسماعيلي الذي يلتقي بعد ساعات المصري، واعتبرت المباراه ملك للاسماعيلي. فييرا بيحدد قائمه الدراويش لمواجهه البورسعيديه واختار ال 18 بتوعه، ودي المواجهه 111 بين طموحات فييرا وتطلعات ميمي عبد الرازق. الدزوي والعمده هدافي ديربي السمسميه على مدار التاريخ، وشباب الاسماعيلي يستعين بشكري وعلي لمواجهه سموحه، والتجنيد يبعد محمد الشامي عن المباراه. كابتن ضياء، الاسماعيلي وديربي القناه، كيف ترى الاسماعيلي سريعا؟ الاسماعيلي اهم حاجه حصلت له بعد وجود فييرا التنظيم، وفرقه كره القدم خصوصا الفرق الكبيره اول حاجه لازم يكون عندها تنظيم عشان ترتقي للمستوى الكبير والمستوى العالي. فاول حاجه اهتم بيها فييرا هو التنظيم، وده خلى بغير شغل غير الواقع هيغير الفرقه بالظبط. فهو عمل عملية تنظيم كبيرة جدا، اللعيبة اللي موجودة متجاوبة بشكل هايل، وعشان كده بتلاقي المجموعة بتبان كويس. لو كنت تقول نادر رمضان حسني عبد الرب، ولو غاب حسني هتقع، ده محمود متولي غاب بقاله كتير فالفرقة بتقع. دلوقتي بيتعامل مع الفرقة كمجموعة، بيحطها في الشق الدفاعي مجموعة بتدافع بنظام فيبان شكلها كويس، وبتهاجم بنظام رغم الكفاءات القليلة اللي في الناحية الهجومية، لكن بيبان انه في خطورة. فانا بشوف انه الاسماعيلي ماشي بخطة كويسة من خلال التنظيم اللي عمله فييرا بشكل كبير جدا. عندك حكام بكره يا كابتن، حكام النهارده السبت بتوع مصر والاسماعيلي، طب يا ريت ناخدهم من حضرتك، ولكن خلينا المعسكر المصري كما قال لنا الزميل عمرو جابر طبعا والزميل محمد نظر في الاسماعيليه، اكدوا لينا المصري يعسكر في الاسماعيليه عسكر استعدادا للدراويش، كان في معسكر، والكابتن ميمي عبد الرازق عمل تدريبه خاصه لاسلام عيسى على الضربات الثابته، و20 لاعب اصطحبهم الكابتن ميمي لمباراه الاسماعيلي. وكمان المصري يطلب ضم محمد ابراهيم رسميا من الزمالك، والمصري يبدا في تلقي طلبات المرشحين على منصب نائب رئيس مجلس الاداره وعضو المجلس المقاعدين الشاغرين، وايقاف المستحقات بنادي المريخ لحين تحسن النتائج في دوري الممتاز ده. حكام مباراه الاسماعيلي ديربي القناه والمصري. امين عمر، ومعايا سمير جمال وشريف عبد الله كحكام مساعدين، احمد ابراهيم كحكم رابع، احمد الغندور وصبح العمراوي كحكام اضافيين. طيب قبل ما نسيب الدوري، عندك اي ملاحظات على الماتشات بتاعت الجمعه الاربعه اللي اتلعبت؟ لا، هو بشكل عام التحكيم بشكل عام الاربع مباريات كانوا الدنيا كانت حلوه. مفيش حالات يعني كبيره وقفنا عندها، وقلنا ان في ركله جزاء حصلت النهارده لا بس كانوا كويسين في عاشور، لخبط الدنيا لا في الزمالك يعني في الاربع ماتشات الاربع النهارده الاربع ماتشات انا ناسي ان النهارده انا اصلا لا انت بتتكلم على الخميس. بتكلم وان كان ماتش وادي دجله والزمالك خطأين عاشور من وجهة نظري او اخطاء عاشور غير مؤثرة، لان الزمالك كان ممكن يفوز 7-1. لا انت دي مقولة ياسر. لا والله العظيم بالعكس انا بكلمك بجد. لا هي عشان نتيجة الزمالك كان 4 لكن يا كابتن مباريات الجمعة على بيرام. لا ما فيهاش اي مشاكل، ما رصدناش حاجة كبيرة، كان سعيد حمزة وجهاد والبنا ومحمد حسن ادوا اداء مرضي، ما اثروش ما اخطاوش اخطاء اثرت في نتيجة المباراة ولا حاجة. طيب اخبار الزمالك سريعا برضه على كان خاطر عشاق الابيض النهارده، ما اتكلمناش خالص عن الزمالك، الناس اللي بتقول لك ان البرنامج قايم على الزمالك
ولو ما فيش زمالك الناس ما تعرفش تشتغل. انا على مين دلوقتي؟ ما قلناش ولا كلمه عن الزمالك، بس تكريما لعلاء حمام وتعبه هقول الاخبار اللي بعتها لنا علاء حمام سريعا. في بروس اتمنى من جميع فرق الدوري ان تلعب لعب مفتوح وكره هجوميه حتى نمتع الجميع. والله العظيم الراجل ده محترم، والله انا بحب الراجل ده فعلا. الناس عايزه تستمتع، الفرق اللي ممله يا ريت لو في عقاب بفلوس يعاقبوا المدربين اللي بتخلينا نحس بملل. والله العظيم طب يدونا لعيبه زي لعيبه الزمالك اللي يعرف ايوه هيقعد يا سلام كلام مش منطقي. هو يمسك عنده حق يعني ايه يمسك فرقه ما بدنا بتلعب احلى لعب احلى كوره بس ده بتستمتع والله عشان فرق خبرات اللي بيستمتعوا الكابتن عمر. الكابتن عمر قال لك ايه الفريق الذي يستمتع بالخساره ويلعب نفس الاخطاء ويلعب كوره جميله عربيه سبع مرات جابوا منها ثلاث اجوان. الونش شارك في تدريبات الزمالك الجمعه استعدادا للحرس يوم الاثنين، محاولات الحق طارق حامد وجنش بمباراه الحرس على قدم وساق، وغياب الثلاثي ايمن حفني وحميد حداد ومحمد اسد عن تدريبات الزمالك. ومين محمد حسن؟ وفي حد لعيب دجله كان لعيب دجله لعيب نص ملعب يعني في لعيب اسمه محمد حسن؟ لعيب كويس قوي قوي. محمد ابراهيم ودونجا ومصطفى فتحي يشاركون مع فريق الشباب امام المقاولين، وغياب امير عزمي عن تدريبات الزمالك بسبب نزل البرد وارتفاع درجه حرارته. الف سلامه يا كابتن امير. الجهاز الاداري للزمالك كان في ايقاف محمود علاء مدافع الفريق، ده كلام كان اتقال واشاعه. ابوجو يطالب الزمالك بمليون و600 الف دولار ومندوبه مليون دولار، ده كلامنا يوم الاثنين مع بعضينا، لاني انا انفردت معاكم بايقاف الزمالك وخصم النقاط وايقاف القيد. للاسف الشديد استئناف ابوجو رفض، ولا بد من الزمالك ان يدفع المبلغ كامل وياخد فرصه على ما اعتقد 60 يوم. معانا الملف بالكامل يوم الاثنين، لان للاسف الشديد الزمالك مطالب على ما اعتقد بدفع مليون و600 اما دفعات او دفعه واحده، لان الاتحاد الدولي يبدو انه استكف عدم جديه في الدفع لدى الزمالك. فالواد اجوجو قفش الارشادات من هاني عزاده، يعني ده الوحيد اللي خد كذا اسم قفشهم وراح قافش في المليون و600 ابن الابلسه. ده قصه كبيره كده احكي لكم يوم الاثنين لو احيانا الله اول الاسبوع يعني. ده لو جيت ان شاء الله. كان الكابتن ضيع عازمني على شلولو. شلولو فاكر الشلولو؟ ايوه شلولو كانت قفله الغلابه زمان. ملوخيه سبعه. الكابتن عمر مش عارفها. ايوه لا مش عارف. لا ملوخيه سادة بليمون. تعمل ملوخيه تحطها في ميه سادة وتعمل اخرها وتعصر ليمون وتكبس بشلولو. يعني مشروب يعني ولا اكل؟ اكل. شلولو اي حاجه ملهاش لازمه. هتاكل وخلاص. طيب معانا يا خالد نختم بيه، بتقول الاسماعيلي والزمالك يا جماعه الساعه 17 يعني 5. الاسماعيلي والمصري لا هناخد في كلام جايين من الكابتن رضا عبد العال مؤسف نختم بيه. اتفضل. طب ما نختم بحاجه كويسه. لا مؤسف. ما نختم بحاجه كويسه. لا مؤسف. نختم بحاجه كويسه. لا مؤسف. طب اسمع. ومبروك النهارده لتقنيه العالم كله بيحترمها الا احنا. الا احنا الشعب العربي. يعني انا النهارده مصدوم مش من التقنيه بتاعت الفار، انا مصدوم من الحكم، لان تقنيه الفار لو هي عايزه ترمخ على الموضوع ما كانتش اجبرته ان هو في ضربه الجزاء الاولانيه والثانيه اللي هي تصمم ان هو يجي، ورغم كده هو حاطط في دماغه عليا الطلاق بالثلاثه هي ضربه جزاء، حتى لو مش الفار ده لو نزل لي ملائكه من فوق هي ضربه جزاء ضربه جزاء. عشان بس ما نروحش بعيد. الناس اللي هتقعد تقول لك البار مش بار، البار ملوش ذنب. هم جابوه وفرجوه بس هو مصمم ان هو يحسب ضرب الجزاء. كابتن هو انت حسيت يا كابتن هو بيتكلم مع اعتقد بكاري جسامه، هل انت تخيلت الوهله ان هم بيقولوا له مثلا يا عم ضرب الجزاء بيقولوا مش ضرب الجزاء مثلا هو بيناقشهم في وبيشرحها له وهو عمال يقول لك لا طب اعيدوها لي تاني اعيدوها لي وهم يعيدوها ويقولوا له بص يا ابو حميد انت الفار ده طالما جاك بص لو انت مصمم ما تخرجش تبص عليه. اه تاخد بالك مصمم على قرارك.
فهم اجبروه وهم صمموا ورغم كده خرج ورغم كده بص وشاف في ضربة الجزاء الاولى ان مفيش تلامس. ضربة الجزاء التانية وليد ازارو ضارب من بره ال 18 الراجل بالبوكس واخد بالك، ورغم كده هو مصمم هو في حاجة في دماغه واخد بالك، في حاجة في دماغه طبعا انا هكسب الاهلي وهنهي البطوله من هنا. احنا طبعا احنا كلنا بنتمنى ان الاهلي ياخد البطوله دي ما فيهاش شك، عشان ما حدش بقى يفضل ايه يزيد ويعيد والكلام ده، بس احنا بنقول ناخد البطوله بشرف، ناخد البطوله بشرف، ناخدها ما فيش فيها قيل وقال. واخد بالك يعني يا كابتن بيه، ما اعتقدش انك انت بعد ما كسرت كل الحلل عايز الاهلي يفوز ببطوله. لذيذ الرضا كابتن رضا، ما اعتقدش ان يا كابتن بيه محتاج ان الاهلي ياخد البطوله. لا والله رضا لذيذ، ما بلاش نعلق يعني، احنا بناخد كلام الكابتن رضا عبد العال صديقنا العزيز فان يعني صديق ده حاجه جميله. كواليس النهارده كانت كلنا اتفرجنا على الماتش في القناه، فخالد مخلص بيختم لغايه ما يجهز اغنيه الاهلي. بس ارجوك ام كلثوم على الجماهير ارجوك، سلام عليك سلام كابتن ضيا، شايف ايديه في الجوبه تحس ان كابتن عمر كابتني حبيبي يا كابتن، ما ينفعش تحط ايدك في جوبك والكابتن عمر ماشي جنبك. بس بنفسي هقع. سلام يا كابتن عمر. سلام يا كابتن عمر. لا برافو محمد حموده، مجموعه لقطات فوتوغراف. ايه ده؟ يا زيدي كابتن ياسر مكشر من اول مركز على الاخطاء، مركز على الاخطاء حتى في الورق. حزين ان الحكم كان وحش، وده محمود يا عم رفع حاجه عايز ينتقم مننا في يا عم، وده اسلام يعني ده استوديو كره بلدنا المحترم والمصورين ده، وانا بعد الجول الثاني ده بتاع السلية. خالد مخلص طبعا وعبد الرحمن هيكل اهو، أيوة. زميل سامح الفيومي والكابتن عمر، وكالعاده انا بشرح لهم يقولوا ايه. هيثم هيثم بعد ضربه الجزاء الهدف الثالث خلاص يعني حلوه الكواليس دي. طب فين الاكل؟ هو كان في اكل يعني ايه الصور عشان ما تطلعش تقول ايه دي الصور يا جماعه عشان عشان تعرف كله متوصل المصور محترم. اهو الابوار اهو اهو جدع يا خالد الله ينور ماشي يا خالد، وجايبين لك سندوتشات اهو دلوقتي هتاكلها بعد ما نشوف. ده موجودة انا الاهلي ودايما الاهلي فوق الجميع من ابنائه، والاهلي ان شاء الله بطل القاره باذن الله 2018، وان شاء الله الجمعه الجايه نحتفل بفوز الاهلي بالبطوله التاسعه. سامحونا اذا كنا قد اخطانا، ولكن حاولنا ان احنا نبرز اخطاء ليست اعلاميه ولا تمد للمهنيه بصله، ونحتاج الى هدوء شديد ما بين الشعوب اكبر من كره القدم. شكرا جزيلا للنجم الكبير الكابتن محمد عمر على هذا الحضور المتميز. شكرا لك كابتن عمر. شكرا شكرا جزيلا للكابتن ضياء السيد نجمنا المتميز. شكرا لك كابتن ضياء. شكرا يا عبد الناصر، بس عايز اقول حاجه لابننا وحبيبنا حازم ياسر عبد الرؤوف. شد حيله الف سلامة. طبعا طبعا شد حيلك يا حزومه وانت قدها، وان شاء الله تعدي بخير وربنا يا رب يهدي اعصاب جده، لان انا بقول لك كابتن عبد الرؤوف اكتر على ياسر يعني، لان اعز الولد ولد الولد. ربنا يشفيك يا حازم وترجع بألف مليون سلامة، وإن شاء الله وعكة وتقوم منها راجل وجدع إن شاء الله. كابتن ياسر ربنا يشفي لك حازم، ونورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك، وأنا يعني بشكركم وسعيد دايما بتواجدي معاكم، وشكرا على الدعاء لحازم. لا ربنا يخليك ربنا يعني، وإن شاء الله يتقدم صحيا بشكل كويس. هي بس العملية عملية وقت. الجمعة القادمة نفس الاستوديو هنحتفل بالنادي الأهلي سويا بإذن الله. اما انا فالتقيكم الاثنين القادم حلقه اول الاسبوع، اما الزميل ابو المعاطي ذكي نجم الجماهير فيلتقيكم السبت والحد. هترتاحوا من شكلي 48 ساعه وهتستقبلوا شكل الاستاذ ابو المعاطي ذكي، فلكم الخيار. ولو حد مش عاجبه شكلي اخلي الاستاذ ابو المعاطي ما فيش يما ارحميني اهو الاستاذ ابو
بعض ذكي يلتقيكم من 11 مساء باذن الله تعالى في نجم الجماهير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.